أنا هنا أدعوه، أنا هنا أدعوه، أتحداه أمام الجميع أن يأتي إلى هنا وأن يبرز نفسه، وبيني وبينه الأدلة في أي موضوع شاء. أنا أتحداه، أعلن التحدي، بل أنا أصلا التحدي ما زال قائم في المناظرة. فقال لي أنت الأخ ياسر شهيد على الأمر، قال لي نؤجل، قلت له بشرط ألا يطول التأجيل، يعني عندك ظروف خلاص نصدقك يا وانا سيدي. ارسلت له هذا الكلام وقلت له الشيخ امين يقول لك نعم موافق على التاجيل، بس لا تلغي ولا يطول التاجيل عشان الناس منتظره. هل تمام طبعا أخي ياسر، إذن والكلام هو اليوم، وانا إذن احط هو صوره الكلام، احط صوره المحادثه أنا على والله جوجل درايف. كنت بدي أذكر هذا الشيء، أنه في حال مشان بعض الإخوة ممكن يشككوا، يعني ما شاء الله يعني لا الحقائق خلاص، انا تقلب يعني ما شاء الله عندهم، للاسف وصيروا يعني انا ما يقولوا يعني لا اتوقع هذا. انت انسان تدعي يا شيخ ياسر، هل انت السلام تتوقع انه عليكم يا شيخ ياسر. راح يناظر الاخ امين؟ الرجل يقول انا ما بي، فالرجل هذا جبان اصلا، ولا اذا تعقيب لمده دقيقه لا يتحمل سماعه، فكيف بمناظره مع اخ امين مدتها يعني تتجاوز الساعه؟ انا اتوقع من المستحيل يقبل اي المناظره. ساعه اي ساعه، اول ربع ساعه راح يسحل امين في الكلوب هاوس سحل اصلا، هو يعرف هذا الشيء. حياك الله يعني شيخ مشعل، اهلا وسهلا بالجميع. اولا السلام عليكم يا يوسف. تم عليكم السلام. الاتفاق على المناظره في غرفه الدكتور رامي، وكان التنسيق بين اعتقد الشيخ ياسر والشيخ واعتقد يزن او حمزه، هلا شيخ واتفقا. مشعل، حياك يا الله. هلا هلا يا شيخ ياسر. شوف صورتي يا موجود، الكلام بتاع الاخ اللي بيقول هرب، يعني هرب ايه يعني صراحه انا يعني اتضايقت جدا واتغاظت جدا لما قال هرب. مين اللي هرب؟ الكلام موجود اهوت، احنا قال الأخ بنطلب منك أمين المرض. لازم نؤجل، لأنه بيقول مع له انت عارف ان البلد محترقة، معي انا مش أنت عارف. عارف البلد يشتغل بالمطافي ولا يشتغل وينه بالضبط، ولا الدكتور ولا الطبيب أسنان ولا إيش بالضبط؟ يعني حيرنا هذا البطل بسبع لا، وكمان يقول لك وظائف. البلد يعني محترقة وهو أنا 24 ما ساعة في أعرف، الكلاب هاوس نايم في الكلوب اساسا. هاوس، خلاص اقتطع من وقتك هالساعة ونص واعمل لا مناظرة، لكن ما أنا يوسف، عارف مش هيقبل. ما عنديش مشكلة ان هو يفضل في الكلوب هاوس يا جدعان ويفضل، وما عنديش مشكلة عفوا ان هو منكم، يأجل، بس ما عفوا يقولش منكم ان احنا هربنا، ما يقولش ان شيخ الاخ ياسر، امين هرب. شيخ ياسر بس مرة خصتك. عندي والله لا استاذ ساهر، يخجل، والله يا استاذ اخي ساهر ياسر لا يخجل، انا لم يسبق اطلاقا، لا الان ولا في المناظرة ولا في اي حوار من حواراتي ان هربت منه او خرجت، بل هذه عادتهم هم، عندما ندخل الى غرفهم يقومون بانزالنا، يقومون بممارسة حرية التعبير لكن بوجهها الاخر، لا بالوجه الذي ينظرون له، في غرفنا يتكلمون كما يشاءون، والمناظرة الحمد لله أخي ياسر أنك وثقت التسجيل وأنت كنت الوسيط بيني وبينه، وعلى فرض أنه يقول بأنني أنا الهارب، فأنا هنا أدعوه أقول له أنا هنا موجود، فلتظهر، فلتبرز نفسك، فلتظهر قرنك أمام الجميع، وإلا فالأحرى أن يسمي نفسه هارب جزائري، هذا هو الأمر، لأنه لا يوجد تفسير آخر. عجيب يا أخي يقول أهرب استاذ منك. امين عفوا بس مره خصتك. استاذ ساهر المره الثانيه اطلب منك، وانا ما اريدك تكون مرسال، فقط تروح تقول له بشرط من تجي اغلبهم ينزلون، يبقون اثنين، عمر الحنفي وشخص وياه، وان شاء الله البقيه كلهم بيوم الخير والبركه. انت فقط تتحاور ويا استاذ امين بحتكم. انا حتى لو عمال انا ابعت بعت له، له هو شيء قول كلهم لي ما عرفتوش عمال ابعت تعقوا له احجاب لي الاثنين، عملوا من بينها تخنين وملحد، عملوا من بينها. ما عرفوش حجاب يتحركوا حجاب فيهم حجاب كلمه اعبر واحده. المواضيع هسه، اعبر هالمواضيع هسه، احنا نريد نبين الحقيقه ما دام هي بعدها جاهزه وحاره وبوقتها. حبيبي ساهر قل له اغلبهم ينزلون مستمعين، تبقى انت واستاذ امين ومودريتر اثنين، منظم حوار والثاني ينظم التايمر، فقط هذا المطلوب أي منك يا واتمنى ما سرمد، تقول يا لي. سرم، أنا والله أنا ما أنا بقول لك، طب ليه يعني أنا أعمل كده دلوقتي؟ الشيخ يزن كتب رسالة العب دور حمام الزاجل يا ساهر، يا لو مرة شيخ، مش ما خليك هو كويس يا أخي. واحد كتب له، طيب اتنين كتبوا له، فهو شاف الرسالة، لو عايز يجي أنا أروح أحرجه يعني؟ لا أنت كلامك مثل السحر يا ساهر، راح يجي على طول. طب طيب إنك يا ساهر برضه ثبتني بس. تدعي برضه مظلومية يا ساهر، وتقول إحنا بنعمل كده في غرفنا يا ساهر، برضه لا انتوا بنعمل كده بتعملوا في كده، غرفنا، طبعا بتعملوا كده، انا اتكلم بس في دوري، اتكلم في دوري، اتكلم في دوري، بنعمل ايه؟ لا اتكلم، ده دورك. بنعمل ايه يا غير بندرة الناس اتكلم يعني؟ يعني، لا بس اقول لك، دقيقة يا مش اخي، عامل يعني قبل كده انا طرد، دخلت من شوية لسه اقول لك وتم حاجة، بس طردي استنى بس بدون ما دقيقة يا اتكلم ساهر، اصلا. اخ ساهر طيب دقيقة يا ممكن اخي، اتكلم؟ بس دقيقة ساهر، بس اذا سمحت لي، معانا دكتورة حنان لان هي كانت مودريتر، حياك الله يا ودنا دكتورة ناخذ حنان. رايها باللي حصل. يعني دكتورة احنا حاولنا المشاركة
أنا والأخ أمين، فما أدري هل نحن بس نرى هذه الإقصائية من الملحدين أم أن الكل شاهد هذا الإقصاء منهم أمانة؟ لا للأمانة الدكتورة حنان أصرت إصرار أن يرفع خالد مرة ثانية. أيوة لكن يبدو أن الأمر ليس بيد الدكتورة حنان، لكن شكرا لها يعني على هذا المبادرة. طيب. وأنا قلت لهم ياخد دوري مرضوش على فكرة، قلت لهم ياخد دوري خالد. هو أنا يا جماعة أنا كنت ضيفة وكنت داخلة عشان العنوان استفزني، لأن العلم يعني العلم يقف متفرج، العلم ده حاجة أقل من إن هي، فزي ما أنت بتقول إن أنت ألحدت بسبب العلم، أنا كمان هثبت لك إن أنا أصريت على إسلامي بسبب العلم وقلت المداخلة بتاعتي. هو أنا رأيي يعني إن أي حد بيتنرفز، أي حد بيبقى مش عايز يسمع التاني، يبقى هو مهزوم. ده وجهة نظري. فحتى أنا ممكن أسمع حد وقت كتير إلا لو كان هياخد وقت آخرين. فلما الأستاذ خالد أنا كنت عايزاه يجاوب على حتة أنا ما بعرفهاش اللي هي استحالة مش عارفة أقولها كده أستاذ محمد، استحالة ممكن يا دكتورة. أيوة فأدي أنا ما بعرفهاش الحقيقة، فقلت كل واحد متخصص ونسمع بعض يعني، هو كلنا هنفضل زي ما احنا يعني، محدش بالكلام المسلم هيسيب هيرجع الإلحاد، ولا المسلم هيبقى ملحد بالكلام، لكن ده قرار داخلي الواحد بيطمئن له ويستقر عليه. فأنا نفسي الناس تتناقش من غير ما يعني كل واحد، وندي فرصة لبعض وكده. فحتة ان الناس تتنرفز وتنزل حد بيكون بيتكلم ده مش صح طبعا، ده كده غلطة، وده اللي تدل على ان انا مش عارف ارد عليه هو على الستيج. ده انا بقوله بكل صراحة طبعا، وانت عارفين موقف ان انا ما بحبش ازعل حد حتى لو احنا مختلفين يعني. وشكرا لحضرتك دكتورة حنان. المشكلة يا جماعة ان العلماء الغرفة عنوانها عن العلم. طيب مين اللي بيتكلم في الموضوع؟ العلماء يعني، مثلا الناس الدكاترة في الجامعة زي دكتورة حنان، زي الدكتور محمد الشمري. دكتور محمد الشمري لما جه لم يقبلوا منه كلامه، يعني ما قبلوا كلامه، وما اعرفش يمكن طردوه حتى ولا انزلوا انه خرج. لا يا شيخ ياسر يعني خرج. دكتور محمد الشمري تحياتي للجميع. دكتور محمد الشمري لاحظت انا لانه شاف واحد واضح انه لا يعلم من العلم اسمه بالطاول عليه، ويعني كانه بوصفه بانه جاهل وكذا، ولا يعلم شيء، واضح انه لا يعلم اي شيء ولا عنده اي تخصص ولا اي شيء، فيبدو انه تضايق يعني وطلع. هذا تقدير. لا استاذ ابو طارق يقول له ما المانع من تعدد الآلهة؟ طيب الدكتور محمد ما كان يتكلم عن هذا الموضوع اطلاقا، يعني ليش اقحمته في هذا المبحث الفلسفي؟ أقحم. لا اشوف، انا اشوف انسان لا زال في حلم، والله لا احب ان اتحدث عن شيء يتعلق به. وانا هو في حلم، هو يا ابو طارق في حلم، احنا بس نبي الاستاذ امين يصحيه من الحلم، بس خليه يصحى يعني شوي. يعني شخص لم يجعل كذبة في المواضيع، كل برأي، كل مرة بكذا، حسب ما يناسب الوضع، حسب ما يناسب الواقع، إلى أن وصل إلى أنه يصير في حلم أو قد يكون في حلم. يعني ساقط الإنسانية أصلا، يعني لم يجعل كذبة في الشخصية ولا غيرها وكذا. وبتكلم عن أمين هارب، أنت ما بتستحي، ما أنت هيو، إحنا عارفين أنك أنت هربت من المناظرة مع الأستاذ أمين، وبتقول عنه يمكن هرب، هو نزل، الله أعلم مين نزله، وانتو نزلتوا مين؟ نزلوني يا أستاذ محمد، هم نزلوني. متوقع أستاذ أمين، متوقع أنهم أنزلوك، وانت شايفهم أنهم بنزلوا في الناس، يمكن أنت لأنك أنت لك باع طويل في الكذب، والتقصد بالكذب والتراجع والكلمة من هون كلمة من هون، أنت يمكن نفسك أنزلت الصوت تقول هارب، صار هارب الأستاذ أمين اللي بنتظرك والله مع عدم رضانا على انه مثلك يكون في مقام مناظره في الموضوع، تقول عنه هرب وقاحه ما بعدها وقاحه يعني. مع انه قال له اول مداخلته الدكتور امين، استاذ امين قال له انه بالاشاره انا شايفك هنا، مع انك تستواجد في الكلب هاوس ومش عارف ايش وكذا وكذا وكذا، واذ بك هنا، والموعد كان بالامس وفقط هاي اليوم، يعني فرق اقل من 24. تسمحوا لي اعمل محاوله اروح اجيب دكتور اسامه؟ يا ريت يا دكتور حنان، يا ريت. انا بس عندي عندي توضيح، انه اللي كان بالغرفه سمع بظن ملحد جزائري هو عم يحكي، يعني كم مره ذكر انا استطيع ان اثبت. هلا باول مناظره، اول كلمه راح تسمعها من اسامه، انا لا ادري، أنا لا أثبت، أيوة. أنا لن أقوم بأي شيء، وراح يتهرب من أي شيء.
فهو بس بس بالغرفة طلعوا هيك هيك راح يجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عذرا إذا أكو دور، ما أعرف إذا أكو دور ولا لا، بس عندي تعقيب ما يعني قبل المناظرة، إذا حصلت مناظرة في البداية أكو يعني بالمنهج العلمي بصورة عامة شيء يسمى الكونسيستد. هذا الكونسيستد مبني على ضرورات عقلية، أي نظرية تقدم في ميادين العلم يجب أن تكون متسقة بذاتها، اللي هو الكونسيستد، الاتساق الذاتي في النظرية. هذا الاتساق الذاتي يتم من خلال ضرورات عقلية. فببساطة هو العلم بصورة عامة بني وأنشئ على أساس ضرورات عقلية. يعني كمثال بسيط جدا، نيوتن عندما سقط التفاحة، لولا هناك ضرورة عقلية تقول أن لكل شيء سبب لما بحث أصلا نيوتن ولا ما قام المنهج العلمي أصلا. فبالتالي هو أصلا النقطة الأساسية والجوهرية اللي بنوا على أساسها الروم، أنه العلم يزيد الإيمان ولا يقلل الإيمان، العلم يلحد ولا. أنا إذا أثبتت لك الإله وصحة الرسالة بالضرورات العقلية اللي هي أصلا استخدمت للعلم لبناء منهج علمي تام، فأنت إذا قدحت بالضرورات العقلية كيف تستدل بالعلم؟ فأنا هذا الشخص يعني سمعت له أكثر من محاضرة مناظرة، هو أصلا يقدح بالضرورات العقلية، هو لا يقول أن ما الضير في أن يكون هذا العالم حلم نملة. طيب إذا أنت أصلا الضرورات العقلية والعلم والضرورات العقلية أنت أصلا تقدح بها، فعلى أي أساس تستند بالعلم يعني وتتكلم بالعلم وكأنك متأكد يقينيا من صحة هذا المنهج؟ طيب ما أنت أصلا الوجود نفسه ما متأكد منه، فبالتالي كيف تستخدم هذا الادعاء في إثبات إلحادك أو عدم إلحادك أو أنه الدين تحان يعني لنثبت أولا الضرورات العقلية اللي بني على أساس العلم بعدين نتكلم بالعلم؟ أنت أصلا لا يحق لك أن تتحدث بالعلم لأنك أصلا الأساس الأساس الذي بني على أساسه العلم أنت تقدح به. فبالتالي يعني ان هذه نقطه حبيت انه اوضحها قبل انه يبدا بالمناظره، ليقر اصلا وجود ضروره عقليه بنيه على اساس العلم، مثلا السببيه على ابسط مثال، انه السببيه على اساسها بني المنهج العلمي، فانه كل راينا احداث وعرفنا ضروره، علمنا ضروره ان لها مسبب وبحثنا وتقصينا في منهج علمي وكذا، فخلي يؤمن اول شيء بالضرورات العقليه ثم ننتقل الى ميدان العلم. فهذه النقطه حبيت اوضحها للاخ امين اذا يبدا ويا بالنقاش، أو شكرا جزيلا للاستماع. أتمنى يعني وأنا أتوقع أنه لن يأتي، ولكن إذا أتى له كامل الشروط أن يضع حتى مودريتر لا ديني يدير المناظرة في خرافة الحاد، ليس لدينا مشكلة، المهم أنهم يقبل المناظرة. رقم شيخ هذا ساهر موجود، نقبل بساهر، ليس لدينا أدنى مشكلة والجميع ينزل. رقم اثنين، إذا لم يأتي أتمنى من الأستاذ أمين والأخ خالد بما أنهم والأستاذ ياسر أيضا بما أنهم موجودين في الروم أن يردوا على جميع المغالطات التي قيلت ولم يمنحوهم الفرصة للرد عليها إذا لم يأتي هذا الملح الجزائري لكي يستفيد الجميع. يعني بما أن الروم الأخوة متواجدين بلا شك أنهم يريدون سماع بعض الأجوبة التي تتعلق فيما طرح. دكتور حنان شنو كان رده إذا كنت ذاك الروم؟ دكتور حنان موجودة؟ أيوة أنا روحت لقيته مشي من الروم وبعت له رسالة قلت له إن الجماعة مستنيين في الروم، بس هو ما ردش عليه لغاية الآن، ما عرفش هو أوفلاين ولا لا هو راح يمارس يعني هلا المناوبة تبعه بإطفاء الحرائق بالجزائر. شوف أخي موفق، أقسم بالله العلي العظيم إذا وافق على المناظرة أنها ستكون مناظرة تعليمية، سأعلمه ولا أقول هذا الأمر من باب التكبر أو التفاخر، لكن نظرا للمستوى الذي يظهره وللتبجح الذي يتحدث به، والله العظيم أقول له إذا قبلت المناظرة فأنا أرضى بأن أعلمك المبادئ العقلية وأن أعلمك المبادئ المنطقية والفلسفية وحتى المبادئ العلمية، وأنا أقول هذا الكلام وأتحمل مسؤوليته لأن الشخص ضعيف جدا، والله ضعيف جدا، يحفظ يذهب يحفظ ولا يعرف ما يحفظ. يعني لو شخص مثلا يحفظ ويفهم ما يقول تحترمه، لكن أن تحفظ قول لابن تيمية الذي هو من داخل المدرسة الإسلامية أو قول لابن سينا أو قول للغزالي أو الرازي وهذه القولة تكون فيها لوازم لا يمكنك الانفكاك عنها ثم تتبنى تلك القولة يعني على مذهبك الإلحادي، والله هذا قول عجيب جدا، قول عجيب لا يصدر عن شخص عاقل
يفهم ما يقول، لأن الأخ أيها الإخوة ما لا يفهمه، وهذه مشكلة الشخص الذي يكون بسيطا ويرتمي إلى بعض العلوم العميقة مثل المنطق أو علم الكلام. كل قولة تقولها فيها مجموعة من اللوازم التي ستلتزمها فيما بعد أو التي ستلزمك بالضرورة. فما يمكن أن تأتي بقولة مثلا وتقول لنا العالم ممكن لذاته هكذا وخلاص يعني ويقول بها ابن سينا، لا، فيها مجموعة من اللوازم التي ستتبعك أو واجب لغيره. مثلا تقول العالم واجب لغيره، قديم مثلا، العالم قديم وهذا قول ابن سينا. لا يمكن أن تقول بهذا الكلام فقط هكذا وتكون السماء صافية والجو جميل والعصافير تزقزق. لا أستاذ أمين، هناك مجموعة من اللوازم بس حتى أكمل أخي سرمد، هناك مجموعة من اللوازم. أنت عندما تقول بأن المعدوم مستحيل عقلا، أنت أين درست المبادئ العقلية؟ أين درست المبادئ العقلية؟ يعني في الحضارة اليونانية، في الحضارة الهيروغليفية، في الحضارة الصينية، أنا بودي أن أعرف من أين درس هذا الأخ هذه. ويقول لك أنا عندي مذهب. والله يعني الصمت أفضل، والله العظيم الصمت في بعض الأحيان يكون أفضل. مصيبة والله العظيم. شيخ أمين، يعني نحن هذا اللي عم نحكيه أصلاً ذكروه الملحدين عنه، عن أسامة، بعض المناظرات كيف هن يتنكروا له، يعني هذا الكلام مو كلام مسلمين أساساً. يعني حتى الدكتور تخنين لما أنكر أسامة الواقع الخارجي، يعني سمع من الدكتور تخنين كلام يعني في الصميم، يعني هو يعني هذا الكلام، يعني الدكتور تخنين نعرف ماله مسلم بالآخر، ولكن هو سقوط عقلي وانتحار عقلي بشهادة أي إنسان عنده عقل أساساً. هذا إنكار الوجود أساساً، خلاص يعني هذا الشخص لن تنفعه لو يقرأ كتب الدنيا كلها. لما أنت تقول الواقع الخارجي أنه ممكن بمنام، استيقظ وبعد منها ناقش بأي فكرة بدك إياها. هو الدليل على مسألة الشيخ أمين بيقوله أنه كان مفكر أن الدكتور محمد الشمري هيقوله دليل التمانو. يا أخي أنا والله يعني اللي ضعيف في موضوع علم الكلام وكده، لم أتوقع أبداً من الدكتور محمد الشمري أنه يذكر له دليل التمانو. يعني ما يعني 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 رجاء نركز قليلا في المتحدث ونشوف اتجاهه ايه وبيتكلم في ايه واسلوبه ايه. محمد الشمري في العلم رجل في العلم، عمره ما هيجيب لك دليل التمانو. لا، هو متحفز ومنتظر ان محمد الشمري له دليل التمانو عشان يسمع الكلمتين اللي هو حافظهم في الرد على دليل التمانو. يعني فعلا يعني هو مساله حفظ فقط لا غير، يحفظ شيء، يحفظ الشبهه وجوابها، او يحفظ الجواب عن الشبهه، او يحفظ الجواب عن الاسئله بس فقط لغيره. محمد الشمري يقول لك دليل التمانو. يعني أنا أعيد وأكرر مرة أخرى أن الروم هذه كان معمولة على العلم. طيب مين العلم؟ علم محمد الشمري ودكتور حنان، والاثنين خالفوكم فيما تقولونه، انجرفتم لمسائل الشبهات والرجوم. الأخ اللي بيقول لك وجعلنا السماء زينا السماء الدنيا مصابيحة وجعلناها رجوما للشياطين، وأنا بقول إن العلم بيقول إن النجوم مش رجوما للشياطين. طيب يا فندم، قبل الشياطين ما تتخلق، ألم تكن السماء موجودة وهذه النجوم موجودة أصلا؟ وأنت تؤمن هذا شيء غيبي، هل أنت تؤمن بالغيب؟ أنت لا تؤمن بالغيب، أنت تؤمن بالمشاهدة فقط. هل هناك ما يمنع عقلا ان يكون هذه الشهب رجوما للشياطين؟ انت لا تؤمن بالشياطين اصلا. لا شيخ ياسر، هو سؤال هذا مغالط دقيقا، يعني هو لا يعلم ما الشياطين اصلا. مثل هكذا سؤال يجب ان نعلم ما هي الشياطين اصلا، وكيف تكون النجوم رجوما لها. فبالتالي احنا نعلم. عفوا، تفضل دكتور. عندي تعليق، هو النجوم لو حضرتك خرجت بره غلاف الكره الارضيه مش هتشوفها، فهو هي بتعتمد انت حضرتك بتشوفها نتيجة انكسار الضوء، وان حضرتك بيتحلل الضوء اللي جاي منها، لكن هي طول ما هي في الفضاء حضرتك. حنان كانت تتكلمين هناك مو هنا. رجاءً الشباب نزلوها يا حنان، نزلوها يا استاذ عمر. الاستاذ حنان عاملة بلوك الناس كتيرة مش عارفين يخشوا. طب خلاص، انا هصبع امسي عليكم واروح، لان خلاص جه معاد. لا لا دكتوره حنان، لا لا خليكي دكتوره، خلي الناس لا عشان تخش بقى. هو احنا مختلفين يا جماعه، احنا بنقرب الخطوط. مفيش مشكله، لا مفيش مشكله والله. مزعلان يا دكتوره حنان. يا دكتوره حنان، لا لا بس اسمع ردك يا دكتوره. اتفضلي كملي يا سامي. لا كملي كملي دكتوره. بس المايكات يا اخوان. ثانيه يا جماعه، اهلا بيكم، اهلا ما بيننا واي حد يا فداء، اي حد معاه خلاف مع دكتوره حنان، احنا بنقرب القلوب. انا كان معايا خلاف وما زال معايا خلاف، ولكن انا مش ده مش مقامه. احنا ضد الملحدين دلوقتي، ده مش مقامه يا جماعه.
عيني. طب الناس تخش ازاي؟ عشان يا اخوان بس المايكات لو سمحت. هي المايكات. دكتوره حنان تفضلي كملي رد عشان ما اضيع نقطه. تفضلي دكتوره. طيب فهو انت مش شايف الشيطان ومش شايف النجم، انت رافض ليه ان النجوم ممكن تبقى نجوم للشياطين؟ انت مش شايف الاثنين. لو مؤمن بيهم يبقى انت هتوافق على ده. كل الكلام على الكون اللي موجود فعلا كماده ليها حجم وليها وزن، انت قدرت تقيسه 1%، يعني في 99% من الكون حتى الان محدش ما قدرش حد يعرف كينونته ايه. يعني في فواصل بتفصل ما بين المواد، فاصل في المدارات بتاعت الالكترونات مثلا، في فاصل ما بين وجود الالكترون في مدار عن مدار، المسافه الفاصله دي انت ما تقدرش تجزم ان كينونتها فاضيه، ولكن انت ما عندكش طريقه لقياسها. هكتفي بده وان شاء الله نتقابل في رومات تانية. انا مش زعلانه بس احنا يعني اما اولادي بيتخاصموا بقول لهم كل واحد يقعد في اوضه، فاحنا عاملين دي ده دلوقتي. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير باذن الله. يا هلا دكتوره حنان، شكرا لتشرفتينا. شكرا لك، اهلا بيك. المعلومات قيمه وعلى انصابك. شكرا. شكرا دكتوره. انا بس كان في اشاره احب اشير لها، انه كاني سمعت في 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 يعني سياق الحديث مع كان مع الدكتوره حنان من قبل الدكتور تخنين وملحد جزائري، بان الكون نظام معزول. يعني اذا كان نظام معزول وكانوا يتكلموا عن الـ عن الـ عن الـ قانون حفظ الطاقه، اذا كان نظام معزول هذا يعني ان نظام حفظ الطاقه هذا يعمل فقط في النظام المعزول هذا، وهذا النظام من المعلوم بأنه كان قد ابتدأ من نقطة صغيرة جدا حتى قاربت الصفر ثم انبثق منها كل شيء. فيعني لا أدري يعني بعد هذا الكلام كيف يعني يقال بأن الطاقة أزلية، يعني إذا كان هذا القانون يعمل فقط في نظام مغلق في نظام معزول كما قالوا. يعني هم يعترفون ويناقضون أنفسهم. أتصور جد يعني أتصور أنه يعني لا تخصص ولا حتة ولا بطيخ، يعني هي مسألة يحفظ فقط بعض الكلمات يرصفها وراء بعض يحب أن يعني يبدو ويظهر بمظهر المثقف، يعني كما يقال بالمصري الساح الدحلب. الله المستعان. سيد عبيدة، هو الطامة الكبرى الطامة الكبرى ما كانتش في أن الكون معزول بس، يعني مش هنا الطامة الكبرى. الطامة الكبرى أنه هو تكلم عن الوجود المطلق وقال أن الوجود المطلق معزول. دي أصابتني بالكوبات صراحة، يعني والله يعني المطلق معزول على اي اساس؟ انا ما اعرفش بصراحه معزول من ايه. انا ما على الاساس اللي بيعيده 100 مره و100 مره تم الرد عليه وبيسكت وما بيقدرش يرد، انه بيعتبر الوجود لما يعتبر بيفترض من عنده اله هكذا، وبيفترض هذا الاله انه مادي وبيتعامل معه كانه مادي من مثل الكون هكذا بذهنه، ثم يبدا يقسم الامور بعدين يقول لك ما فيش اله، وانت بتقول تعال لا تفرض شيء، احنا ندرس واقع كذا الى اخره. لا يريد فقط هذا التصور الذهني الذي يظل يتصوره، ثم يدمج الاله مع المادي ويتحدث عنهم كانهم واحد وكانهم احجام، ويقول لك انه الاكبر وانه الاصغر ومن اخذ هذا المكان ومن اخذ ذلك المكان، وكانه المكان موجود اصلا قبل الوجود نفسه وهكذا. يعني احدى اجزاء أليس في بلاد العجائب فقط. يعني أستاذ محمد بالله عليك لا تسكر المايك، تعقيب على الكلام اللي سمعته بشأن الوعي وأسبقية المادة على الوعي. مش المشكلة في أسبقية المادة على الوعي، هو أصلاً الدماغ يعتبر مادي، الدماغ كدماغ كجزء من الوعي يعتبر مادي. هم النقطة وين؟ هم يعتبروا أنه لا، يعني يعتبروا أنه الوعي، التعريف الشيوعي للوعي، التعريف اللي يعني اللي يعني زي ما نقولوا عرفوه، يعني زي اللي يعرف الحق وعمدا دور على شيء يبعد عن الحق، قالوا هو يعني الوعي به هو مجرد انعكاس للمادة على الدماغ وخلص ومشوا، ظلهم ماشيين في الموضوع. والمادي هي مادي والدماغ هو مادي، فهذا الانعكاس هو الذي شكل الوعي البشري بلا هكذا بسطحية مروا على الموضوع وظلهم إيش؟ وظلهم ماشيين. طبعا تعاملهم يعني يحسب لهم فقط إنهم تعاملوا مع الواقع، تعاملوا مع الماديات، إنه المادي هي
الدماغ هو مادي والمادي موجود، وحتى يتشكل الوعي يجب أن يكون هناك واقع، يعني يجب أن يكون هناك أصلا يعني واقع أو مادي ينظر لها في الموضوع. لكن الحقيقة أن الأمر ليس انعكاسا، والدكتور تخنين رغم أنه قلنا له مرة أو مرتين أنه لا تقول انعكاس ويهرب من شرحها أصلا، أنه يعلم أنها خطأ ويعلم أنها خطأ، ويظل يردد في الغرف كلمة انعكاس المادي على الدماغ، انعكاس المادي، لكن في الحقيقة لا يوجد انعكاس. أنت عندما تحكم على واقع أو تشكل الوعي البشري الذي 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 يعني يتميز فيه البشر، واللي هو الحكم على واقع والتقريرات أنه هذه شجرة هذه صخرة، سواء كان حكما بسيطا أو حكما معقدا بأحكام متراكبة، فأنت لا تحتاج فقط إلى الواقع، أنت تحتاج إلى الواقع هذا واحد، أو أثر إلى للواقع مثل الرماد لتحكم أنه كانت هناك نار يكون هناك أثر، تحتاج إلى دماغ سليم، نعم هذه مادة وهذه مادة هذا صحيح، تحتاج إلى حواس سليمة، أصل الحواس أيضا هو المادي. والنقطة الأهم الذي تجاهلوها تماما أنه حتى تشكل أحكام على واقع وتكون أفكار تحتاج إلى معلومات سابقة، تحتاج إلى معطيات، المعطيات هذه ليست مادة، وهذه تجاهلوها عمدا لأنه لا يوجد انعكاس يشكل شيء. أنت لو ظلت تنظر مثلا إلى جهاز لا تعلم اسمه ولا تعلم ما هو، هكذا صدوق وأمامك، أو إلى كتاب بلغة لا تعرفها، لو ظلت ينعكس في دماغك إذا جاز التسمية 1,000,000,000 سنة، أنت ومليون شخص آخرين لا يجيدوا هذه اللغة لن يستطيعوا حكم على واقع واحد، لن يكونوا فكرة واحدة في الأمر. لكن لو تعلم واحد من مليون هذول الذين يعكسون المادة على دماغهم بهذا الفرضية الغبية أو التي تخالف كل بديهية عقلية، لو واحد فيهم تعلم قليل من اللغة التي إذا كانت مثلا صينية على سبيل المثال، لو تعلم قليل سيبدأ يفكر رموز الكتاب ويبدأ يقرأ فيه ويبدأ يصدر أحكام على وقائع ويقول ماذا يحتوي هذا الكتاب وما إلى ذلك الأمور. إذن المعطيات هي الأساس في الوعي البشري، وطبعا مع تجاهلهم لخصائص الوعي البشري هي خاصية الربط وكيف يعمل الوعي التي حتى كبار العلماء لا يعلموها إلى الآن، لكن هي شيء واضح أنه بالنسبة لهم غير مادي، وهذا بتصريح كبار علماء الدماغ والمختصين في هذه الأمور. لكن هذا ليس بحثنا، بحثنا تجاهلهم لمعطى المعلومة، أنه بلا معلومة بلا معطيات لا تستطيع الحكم، لأنهم هنا من أعطى المعطيات الأولى؟ المادة لا تعطي معطيات، المادة صماء، فمن أين جاء الوعي البشري أساسا؟ ابتداء بمعطيات، فلذلك تجاهلوا هذه النقطة تماما، ويظل يكرر كأنه مادة ما. لو كان هذا الكلام صحيحا نجيب أي دماغ ونحطه أمام أي مادة سيشكل وعي، سيشكل أحكام على وقائع، لكن هذا لا يحدث، لا يحدث عند الحيوانات، لا يحدث عند، مع أنه الانعكاس حاصل بالحواس كما هم يصورون، لكن هذه نظرة هي ليست قاصرة، هي تقصد القصور فيها، لأنهم هربوا من نقطة وجود المعطيات حتى تستطيع أن تصدر أحكام على الوقائع، لأن وجود المعطيات بالنسبة لهم تشكل معضلة في الأمر، لأن وجود المعطيات تشكل معضلة، من أين تشكل أول وعي بشري؟ من أعطاه المعطيات الأولى؟ من أعطاه التعليم الأول؟ فتقصدوا هذا الانحراف في تعريف الوعي أو تعريف التفكير عند الماديين. وأصلا هذا الموضوع لا يردده كثيرا الآن إلا يعني هذا المبدأ البائد، الفكر الشيوعي البائد الذي داسوه أهله أصلا، يعني هذا والله أعلم. طيب محمد عيد الكلامك، هذا الكلام كله موجود بمدخل اللاشيوعية مال كتاب فريدريك إنجلز، يحكي به هنا أصلا هاي سوالف ماركس مال انعكاس المادة على الدماغ، وخذها من إنجلز تلميذه، وكذلك فيورباخ. الفرق أن فيورباخ بقى متناقض، حتى إنجلز وصفه في وقتها بأنه نصف مثالي ونصف مادي، فهو ما جاب شيء جديد، يعني رجعنا على خريطة القرن 19 وما قالت صحيح. هو اصلا يعني اذا بدنا نقول، عفوا استاذ امين تفضل. تفضل تفضل اخي. لا هي جمله فقط قصيره، يعني اضافه فقط بسيطه على ما ذكروا الاخوان. يعني هو لما نقول احنا يعني انعكاس واقع على الدماغ، يعني اين وجه الانعكاس هنا في هذا الوصف؟ يعني نعلم بان المراه تعكس الماء، يعكس الضوء، يعني ينعكس أشياء تعكس وتنعكس، أما الوعي لا يعكس ولا ينعكس، والدماغ ليس مرآة حتى يعكس عليها أمر ما. فهذا يعني فعلا هذا يعني التعريف الغبي
يعني الذي يعني انطلق من اتمنى كل هطل يعني مثل القول بان الوعي البشري يعني ناتج من الانعكاسات هذه وان اي وعي اخر ناتج من انعكاسات وحتى اضافوا للحيوان بعض الحيوانات وكميه وعي ما يعني وعللوا ذلك بالانعكاس يعني هم حتى لم يخجلوا من هذا استاذ محمد. طرف بعض العلماء شو بيقولوا في منهم بقول لك وقد اثبت العلم بان الوعي ينتج من المادي اضرب وقد اثبت العلم اللي كبار العلماء لا يجرؤوا على الحديث عن الوعي يقولوا هو شيء لحد الآن خارج نطاق السيطرة تماما وكبار هؤلاء العلماء في الدماغ والأعصاب وما إلى ذلك من أمور والواحد فيهم شوف هي في يعني في خصلة من الصفاقة هي يعني تنتشر عند كثير إنه اهبط كل ما شئت لا ماء وجهه لا يعني المسلم عندما يتكلم يكون يحاسب على كل كلمة على كل نقطة يحاول أن يتذكر مرجع كل كلمة يحاول أن يحكم كلامه عقليا يزن كلامه أما الطرف الآخر قل ما شئت اهبد بما شئت فلا تثريب يعني الله المستعان. على سيرة شكرا أستاذ محمد لو سمحت أخي مريانونا فقط تعقيبا على سؤال يعني عالق منذ البداية كان عند أخينا ياسر بخصوص دليل التمانع يعني دليل التمانع هو أولا دليل قرآني يعني أصله في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وهذا الدليل القرآني يعني أخذه العلماء المسلمون أستاذ أمين قبل لا تكمل ممكن تعرج على نقطة ذكرها كذلك يعني قد استشكل البعض أو قد يستشكل البعض ما ذكر بأن الطيارة سيارة صنع أكثر من شخص ويعني ديها تمشي يعني والحياة حلوة مثل ما يقولوا لا ممكن من هنا يا أخي عبيدة من هنا أنا دخلت عليه يعني غلطه هو من هذه الجهة لأن هذا المقام الذي ذكره مقام التفصيل يعني ما عندنا مشكل أنك تقول دليل منع التعددية ودليل التمانع لكن هذا الاستدلال الذي استدللت به لم يستعمل المتكلمون دليل التمانع استعملوا دليل أعذرني فقط لك قبل هذا قبل ما تشرح وإن شاء الله سنستمع يعني بسعادة لك أنت هناك مليون صانع مليون مش واحد مليون صانع اتفقنا على وجود صانع أو على مليون صانع على صناع عدد لا متناهي من الصناع اتفقنا عندما نتفق على وجود صانع للكون بعدها نبحث صفته هل هو واحد ولا مليون ولا لا متناهي هذا الهطل مرة يبحث في صفة القدرة مرة يبحث في صفة الإرادة وهو لا يؤمن بصانعه حتى لا يؤمن إنه موجود أصلاً ويؤمن اليوم إنه... يا أبو طارق يقول ما ممكن يكون غير حي السبب الأول ويناقش كل الصفات أقول لك ما فيش صفة مش عقل أقول لك الحياة صفة الحياة ليست عقلية سمعية ألطم على وشي يا جدعان صفة الحياة مش عقلية يعني العمل اللي وهب الحياة للناس وهب كل هذه الأشياء ميت مثلا ليس مادة هذا هو المقصود يعني القصد في الأمر أنه أنت يعني أي هطل تبحث فيه في الصفات باستمرار وتستشكل على الصفات وأنت لا تؤمن أصلا بوجود الشيء نفسه وتبحث بالصفة لإنكار وجود الشيء الشيء الذي نصدق به بأدلة عقلية جازمة هو منطلق من حواسنا من الواقع نحن نرى الموجودات بالتتبع العقل البده البسيط بيقين عقلي جازم بأن لها موجدا ثم نبحث بعد ذلك عن صفات هذا الموجود أنت يعني أنت مؤمن أنه هناك صناع ماشي في صناع أقرينا انتهينا إذا لم ننتهي نتوقف نبحث في الصانع أول أو الصناع ثم بعد ذلك نبحث في عددهم عفوا أستاذ أمين بس حبيت أشير هذه النقطة ضرورية جدا في هطل البحث هذا المتكرر يعني لا 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 نقطة مهمة لأنه فعلا قفز يعني هو قفز يعني تقفز من خطوة إلى خطوة أخرى لازم نحن خلافنا الأول في إثبات واجب الوجود وليس في صفاته التي من بينها صفة الوحدانية طبعا قلت بأن هذا الدليل دليل قرآني والمتكلمون والمسلمون عموما يسمونه دليل التمانع لكن عندما تهبط إلى مقام التفصيل هناك تفصيلات عند المتكلمين فيقولون بأن هذا الدليل الذي هو دليل التمانع يعني كاصطلاح إجمالي أو كمصطلح تغليبي فيه تفصيلات فإما يكون هذا الأمر في حالة الاتفاق وإما يكون في حالة الاختلاف مثلا
إذا مثلا نتحدث عن إيجاد شيء، هنا إما أن تتفق إرادة هذين الإلهين وإما أن تختلف. فإذا اختلفت هنا الاصطلاح الدقيق هو دليل التمانع. أما إذا اتفقت إرادتهما فالاصطلاح الدقيق هو دليل التوارد وليس دليل التمانع. طبعا هذه الأدلة جميعا هي فرع، يعني نسميه إجمالا دليل التمانع. لكن أنت كنت تتحدث في مقام تفصيلي واستدللت بدليل على أنه دليل تمانع، ولكن هو في الحقيقة دليل توارد. يستعمل المسلمون في ذلك المقام الذي كان يتحدث فيه دليل التوارد وليس دليل التمانع، بمعناه الأخص بمعناه الدقيق، لأنك أنت تتكلم في أمر دقيق جدا، فكيف تكون عندك معلومات سطحية معلومات شعبية عامة ثم تتحدث في أمور دقيقة جدا؟ على أي حال أنا سأحاول أن أبين على سبيل العجالة، لأن دليل التمانع أصلا فيه تفصيلات كثيرة وأوصلها العلماء إلى وجوه عديدة جدا. بالنسبة لي في حالة الاختلاف مثلا، إذا أراد أحد لنفرض أن وجود إلهين مثلا، إذا أراد إيجاد شيء واختلف في إيجاده بحيث يريد أحدهما أن يوجد هذا الشيء ويريد الآخر أن لا يوجد هذا الشيء، فهنا عندنا ثلاث احتمالات. إما أن تتم إرادتهما معا، وهذا يستحيل لأنه لا يمكن أن يوجد أحدهما ذلك الشيء وأن لا يوجده الآخر في نفس الوقت، لأنه اجتماع للضدين أو للنقيضين، تمام؟ هذا لا يمكن. وإما أن لا تتم إرادتهما معا، بحيث لا تتم إرادة الإله الأول ولا الإله الثاني، وهذا يثبت عجزهما وما يكون عاجزا لا يكون إلها. وإما تتم إرادة واحد منهما فقط، فإذا تمت إرادة واحد منهما وعجز الآخر فذلك العاجز ليس إلها. إذن امتنع التعدد من هذه الجهة. أنا أختصر الآن دليل التمانع. دليل التوارد أنهما اتفقا معا على إيجاد ذلك الشيء ولم يختلفا على إيجاده، فإذا اتفقا إما أن يؤترا معا في نفس الشيء، وهذا ممتنع لأن الإرادة لا تؤثر أو لا يجتمع تأثيران في شيء واحد، ويمكن أن نفصل في هذا الأمر. وإما بطبيعة وإما نفس الشيء نفس الحالة الأولى، أن تتم إرادة أحدهما دون إرادة الآخر في حالة اتفاقهما معا في حالة تواردهما، إذن فذلك الذي لا تتم إرادته ليس إلها. وطبعا أنا اختصرت قدر الإمكان هذا الدليل. وأيضا دليل التمانع بعضهم يسميه دليل التطارد، وبعضهم يفصل حتى الفرق ويقول هناك فروق بين دليل التطارد ودليل التمانع. فعند التفصيل يعني توجد هذه الأمور الدقيقة جدا. الآن هو عندما ذكر مثلا مسألة الجهاز وأنه بعض اتفق على صناعة جهاز وتشاركوا فيه وكذا، هناك مجموعة كثيرة من المغالطات سأذكر بعضها. أولا كما قلت هذا يسمى دليل، هنا يستعمل دليل التوارد ولا يستعمل دليل التمانع بمعناه الخاص بمعناه الأخص الاصطلاحي عند سيما عند المتأخرين. فهنا أولا، هل تمت إرادة أولئك الشركاء على صنع ذلك الهاتف في محل واحد؟ في أولا هنا الإرادة أو عفوا ذلك المنجز إما يكون من ناحية الإيجاد وإما يكون من ناحية التخصيص. طبعا هذا الجهاز لا يمكن إيجاده من طرف البشر من العدم، يعني هم يستعملون مواد، يعني هنا نتحدث فقط عن تخصيص ذلك الجهاز من حالة إلى حالة أخرى، تمام؟ على أي حال أنا عندي بعض التعب سأحاول أن أختصر. هنا هل يمكن أن تجتمع إرادة صانعين لهاتف على محل واحد؟ يعني ذاك من الهاتف واحد يصنع القطعة الأولى والآخر يصنع القطعة الثانية والثالث يصنع الكاميرا، لنأخذ محلا واحدا في جهة واحدة مكان واحد زمان واحد وبإرادة واحدة، هل يمكن أن تتم إرادة واحدة على تخصيص محل واحد من الجهاز؟ بطبيعة الحال هذا مستحيل، ويمكن أن نبين استحالته فقط بالسبق الزمني. يعني لا يمكن أن تتم الإرادة في نفس الوقت على تخصيص الكاميرا مثلا ببعد معين مثلا في جهاز القياس أو في جهاز التصوير أو في الزجاجة الأمامية مثلا للكاميرا، هذا مستحيل بالسبق فقط من جهة الزمن. لا يمكن أن يتحقق توارد صانعين لهاتف واحد في نفس الوقت في نفس الزمن في نفس المكان في نفس المحل. هذا كان يغلق الباب مرتين أستاذ أمين.
تماما، يعني تقريبا نفس المثال أخي عبيدة. رغم ذلك نحن نتنزل على فرض أن هذا الهاتف وأن تلك الإرادة هي إرادة مطلقة التي عند صانع الهاتف، والصانع الآخر عنده إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وكذا، تنزلنا في هذا الأمر. وإلا فأصلا المتكلمون لا يفرضون التمانع والتوارد في الصفات الحادثة يعني وفي صفات المخلوقين، بل هناك مجموعة من الشرائط التي على أساسها يبنون دليل التمانع ودليل التوارد، أن تكون الصفة مطلقة، بحيث إذا كانت الصفة مطلقة يمتنع أن يعجز صاحبه. أما إذا كانت الصفة أصلا غير مطلقة، بحيث مثلا أنا الآن أعجز مثلا عن حمل 500 كيلو، يعني خلاص هذه الصفة يعني تهدم كل الأمور الباقية، لأن محل القياس هنا منكسر. فعلى أي حال هناك مجموعة مغالطات كثيرة جدا وكبيرة جدا تدل على أن هذا الشخص يتكلم في أمور لا يفهمها، يعني فقط يجلس يتأمل وتظهر له بعض العجائب ويأتي يتكلم بها أمام الناس على أنها مذاهب عقلية أو مذاهب علمية، وهي في الحقيقة تخميصات وعجائب يعني لم يقل بها أحد، والله حتى من السوفسطائيين. يعني لما ترجع للسوفسطائيين الإغريق، والله كانوا فلاسفة. لذلك أنا قلت للإخوة أنك عندما تقول لمثل هؤلاء بأنك سوفسطائي، أنت ترفع من مقامه كثيرا، يعني أن تنزله مثلا منزلة بروتاغوراس، يعني هذا من مدرسة سوفسطائيين، وكان له تأثير كبير جدا، وكان عنده فلسفة، يمكن أن تكون فلسفة، مدرسة فلسفة فلسفية قائمة بذاتها. يعني فهذا المستوى لا يصل حتى لمرتبة السوفسطائيين، والله المستعان. أنا حاب بس بعد إذنك أستاذ أبو فك، بس عشان الناس اللي بتوضح لهم بطريقة أخرى هيك، بس قاعدة عامة يحفظوها الناس في هذا الموضوع، ومهما أورد عليها ستسقط أمام هذه القاعدة، كملخص هيك بلغة بسيطة لما شرحه الأستاذ أمين بارك الله فيه. نحن نستدل من العالم أن هناك صانع أو صناع، كيان صناعي كما يريد المستمع. فبعد أن نصل لهذا العالم صانع، نقول بأنه هذا الصانع أو الصناع كانوا قائمين بذاتهم قبل خلق العالم، أي أنهم لا يحتاجون هذا العالم، لأن العالم هو الذي فيه صفات الاحتياج والنقص وما إلى ذلك، ونحن وكل هذا الكون يرتجع إلى هؤلاء الصناع الآن. فنقول أن كل المحددات التي موجودة في العالم هم أوجدوها، فهذا الصانع أو هؤلاء الصناع هو مطلق أو مطلقين. هذه نقطة احفظوها، مطلق أو مطلقين. النقطة الأخرى بأنه قلنا بأنهم لا هم غنيين عن هذا العالم، قائمين بذاته لا يحتاجون، وصفات النقص والاحتياج هي في المواد وفي هذا العالم، فهذا الصانع هؤلاء الصنع لا يحتاجون. طيب، نحن نعلم بمثال التليفون أو بمثال أي جهاز أو بمثال أي عمل بسيط أو بمثال حمل صندوق، أن تدعو شخص ليحمل الصندوق معك، يتشارك بحمل الصندوق معك، بأنك هنا احتجت. أي شراكة بالمفهوم البشري هي احتياج، يشترك الإنسان بشراكة بصناعة بأمور لأنه يحتاج الآخرين أن يقوموا بمهام أخرى معه في ذلك. فإسقاط ذلك على الصناع القائمين بذاتهم لا يستقيم، فلو كانوا صناعا وتشاركوا إذن هناك احتياج، فلم يعودوا صناعا، فهذا ينفي الموضوع. وتذكروا صفة الاحتياج هذه، لأنها تنطبق على معظم الأمثلة، أي تشارك بتعارض برضا باختلاف باتفاق، كله التشارك ينم عن احتياج، والاحتياج قررنا ابتداء أنه من نظرتنا للكون لأنه مرفوع عن الصانع أو الصناع، فلذلك يكون صانع. ثم النقطة الأخرى المطلقية، لأن كل المحددات موضوعة للكون فموضعها هم مطلقون. طب كيف يجتمع أكثر من مطلق؟ ما اسمه مطلق، كيف يكون مطلق ومطلق 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 آخر؟ مش أبو مطلق، نتكلم عن المطلق في الموضوع. فهذا أيضا لا يمكن استحالة اجتماع المطلقين، وإلا أنه مطلق يعني زي موجب مع موجب، يعني الأمر يعني أنه وجود مطلق ومطلق، إذا صار في محددات لهذا المطلق من المطلق الآخر، إذا لم يعد مطلقا، إذا عاد محدودا، والذي يحد هو ليس خالق. فهذه ملخص الموضوع بطريقة
بسيطة من الإطلاق ومن الحاجة. تذكروها، طبقوها على أي مثال في هذا الموضوع. لا يستقيم مع العقل بحث إلا أن يكون الخالق أو الصانع، وبعد أن نتوصل له أنه واحد سبحانه. أنا عندي إضافة صغيرة جدا بس كانت على عنوان الروم اللي هن كانوا موجودين فيها، وأنا بدي أضيف عليها تعليق. هن كانوا ذاكرين بقليل من العلم تلحد، وبكثير من العلم تلحد أكثر. أنا رح أذكر هذا الشيء، وبتمنى من كل إنسان ينتبه لهذا الأمر في كل مرة يسمعهم. لن تسمع ملحد يدافع عن الإلحاد إلا بالتشكيك بالعقل أساسا. مهما حاول يثبت العلم وأنه نحن أتباع العلم، لن تجد أي برهان يمنع من إثبات وجود إله إلا أنه يذكر لك عقلي يخدعني، عقلي ناقص، عقلي لا يمكن له حدود، لا يمكن استيعابها بالعقل، ممكن أشياء تتجاوز قدراتنا العقلية. لن تجد إنسان ملحد يدافع عن إلحاده إلا بالتشكيك بالعقل، وهذا يتنافى مع هذا أي ادعاء بسيط بالعلم. فالعلم أساس العقل، وهو منهجية عقلية، وليس العقل تابع للعلم. فبتمنى من كل إنسان يستمع ويذكر لهم هذا الشيء بأي نقاش. تذكر أنه أي ملحد ما رح يقدر يناقشك ليقنعك بالإلحاد إلا ليشككك بعقلك. والله يا أخواني اللي عم يتابعنا، عم نشوف نماذج أقسم بالله محزنة لأشخاص تجي تقول لك أنا مجرد وعي والواقع ما بعرفه، مو قادر يصيغ جملتين أو أكثر. نحن في بعض يعني من محاسن الكلب هاوس هو أنه خلانا نشوف بعض الأشخاص اللي كانوا على اليوتيوب هن قاعدين أسود ورا الشاشات، أغلبهم لما دخل على الكلب هاوس وصار بنقاشات صار لا أدري، صار مستمع، صار شخص يقول لك أنا عم بتعلم، أنا ما عندي معلومات كافية عن هذا الموضوع، مو قادر يصيغ جملتين عقليات منطقيات بالرد. فهذا لهالسبب بتلاقي هلأ قسم كبير منهم بلش يرجع على اليوتيوب. هنيك ما في حدا يناقشه، هنيك ما في حدا يجي يقول له أنه أنت أسقطت العقل، أنت هذا الكلام فيه تناقض، لا هنيك بيتكلم على راحته. فأي ملحد الإلزام بيكون هو الإلزام العقلي، وبمجرد ما أسقط العقل لا يحق له التكلم على العلم، لا ابتداء لا من مدخل العلم ولا من مدخل العقل، هن لا يحق لهم الكلام بالاثنين لأنه هن شككوا بالعقل أساسا. شكرا. على سيرة العقل في عندي إضافة صغيرة جدا. لا يوجد عضو في جسم الإنسان اسمه العقل. يعني البعض قد يظن بأن الدماغ هو العقل. في تجربة سنة 1934 قام بها عالم الأعصاب شهير اسمه ويلدر بنفيلد، كان يقوم بتخدير الرأس والضغط على مراكز الإحساس في جسم الإنسان، فيقوم مثلا بالضغط على مركز اليد فتتحرك اليد بواسطة الأعصاب، فكان يقول للمريض أنزل يدك، فكان المريض لا يستطيع. فهنا استنتاج خطير جدا، دماغ المريض يتحكم في يده لكن عقله لا يتحكم، العقل مفارق للدماغ. كثير من المرضى يتعرض لضربة قاسية جدا في الدماغ، قد يفقد نصف دماغه لكن يبقى عقله كما هو. مرض الصرع قد يعالج بفصل نصفي الدماغ عن بعضهم البعض ويبقى المريض كما هو يعقل، يتخلص من الصداع لكن يبقى يعقل. وأنا سألت كثير من الأطباء عن هذه المسألة، أين العقل في جسم الإنسان؟ لم أجد ولا إجابة طبية تحمل دليلا ماديا عن شيء يسمى العقل أو الوعي. أنا أستغرب أحيانا من البعض، من بعض الملاحدة، عندما يأتي ويقول بأن المادة فسرت الوعي وفسرت العقل. إذا كان عتاولة علم الأعصاب والأطباء من كل التخصصات الذين أراهم يوميا وأسألهم هذا السؤال، ما هو تفسير العقل وما هو تفسير الوعي طبيا، ويعجزون عن الإجابة، ويأتي شخص لم يتجاوز 20 من عمره، قرأ نصف كتاب أو كتابين، ويقول العلم فسر الوعي. أستاذ يونس،
معانا استاذ يونس ولا بعيد؟ ما في ترحيب الدكتور شريف. يا هلا يا هلا بالجميع، حياك الله دكتور شريف والشيخ محمد سلطان، يا مرحبا دكتور يونس. السلام عليكم جميعا. احنا سالناك قبل هالمره ولكن لا يمنع ان نعيد هذا تعيد هذه الاجابه. الشبهه التي يتعلقون بها كثيرا، الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وهذا يدل على ازليه الطاقه، ما هو الرد عليها لو بشكل بسيط وواضح؟ شكرا. حياك الله شيخ مشعل، حياكم الله جميعا. هو يعني القضيه اصلا هذا الصيغه التي ذكرتها انت هذه هي يذكرون هما كما ذكرتها انت، لكن هي صيغه ليست صحيحه بهذه الطريقه. وهي قانون لافوازيي فيزيائي فرنسي، فقال انه لا شيء يستحدث، لا شيء يضيع، الكل يتحول، يعني ما فيها شيء من عدم او لا. لكن هم لكن يعني من جهلهم ان اغلبهم يحاول ان يبين ازليه الماده ليس عن طريق هذا القانون. ونعم يذكر هذا القانون، لكن يقصد القانون الاول في الترموديناميكا او علم الديناميكا الحراريه، اللي هو قانون انحفاض الطاقه. لكن المشكل مع هذا القانون، انا سمعت كلامهم صراحه في الغرفه، فكان مثلا لما يتحدثون مع الدكتور حنان على اساس ان الكون يعني نظام معزول، بما يعني انه لا يتشارك حسب يعني معنى النظام المعزول في الفيزياء، والنظام الذي لا يتشارك للطاقة ولا المادة مع النظام الخارجي الخارج. لكن المشكل أنك هون في هذه النقطة أن تأخذ هذا القانون وتسقطه أو تطبقه على ما كان قبل الانفجار العظيم. هنا مشكلة كبيرة جدا. كيف علمت أن هذا القانون يشتغل قبل الانفجار العظيم؟ لا شيء يدلك على هذا. أنت تفترض أنه يشتغل، وبالتالي يعني تستخدمه في استدلالك وتقول خلاص المادة أزلية لأن هذا القانون موجود. لا، هذا القانون موجود نعم في كوننا هذا، لكنه لا يعني أنه يشتغل خارج الكون، لا يعني أنه يشتغل قبل الانفجار العظيم. ثم هنا في إشكالية كبيرة جدا، هذا القانون موجود عندنا في الكون. طيب هل الكون أزلي؟ لا أحد من الفيزيائيين يقول اليوم الكون أزلي، لا على الإطلاق. كانت محاولات نعم لما اكتشف إدوين هابل قضية توسع الكون وتباعد المجرات عن بعضها وهكذا، لما ظهرت معالم النظرية الجديدة اللي هي نظرية الانفجار العظيم، وبدأت تطرح أسئلة، يعني بدأت تعيد السؤال المحوري اللي كان يطرح ماذا كان قبل الكون، يعني بدأت تدخل في نطاق المؤمنين، أو دعنا نقول أن العلم وضع رجله عند المؤمنين. فهنا ظهرت بعض النظريات التي حاولت أن يعني تتجنب هذه القضية. لو كانت القضية بهذه السذاجة أنك تقول يا والله موجود عندنا قانون انحفاض طاقة، إذن حتى ولو كان الانفجار العظيم موجود إذن الكون أزلي والسلام عليكم، انتهت القضية. لا على الإطلاق، القضية لم تكن بهذه البساطة. الفيزيائيون يتنبهون لهذه القضية، متنبهين لأن هذا القانون لا يعني أزلية الكون، لأنه كما قلت لما ظهرت هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم وطرحت هذا السؤال، كثير من الفيزيائيين كان لهم تحفظ على هذا السؤال من منطلق أيديولوجي طبعا، أشهرهم هو فريد هويل، هذا فيزيائي عظيم جدا كان ملحد طبعا، وبناء على أيديولوجيته اقترح نظرية أخرى اللي هي نظرية الحالة الثابتة نعم هي تماما، اللي تفترض أن الكون كان هكذا، يعني حتى يحافظ على قضية أزلية الكون من منطلق أيديولوجي طبعا. لكن هذه النظرية التي طرحها فريد هويل حتى يتجنب قضية البداية، لأن المشكل مع قضية البداية بما أن نظرية الانفجار العظيم تفرض بداية، فقانون حفظ الطاقة لن يفيدك أصلا. خلاص أثبتنا أن الكون له بداية، هذا القانون لا يفيد في هذه القضية، وإلا لما هذا الفيزيائي يحاول بكل جهده أن يثبت أزلية الكون، فاقترح هذه النظرية. لكن هذه النظرية كما يقول عنها ستيفن هوكينج آخر مسمار دق في نعشها كان مع اكتشاف الخلفية الإشعاعية الكونية اللي يعتبر كبقايا نوعا ما من الانفجار العظيم. فخلاص هذه النظرية ماتت اللي كان اقترحها فريد هوي، وحتى ستيفن هوكينج، حتى كل الفيزيائيين اليوم، حتى أعماله مع ألكسندر فيلينكلين يقول لك خلاص قضية البداية هذه لا يمكن تجاوزها على الإطلاق، الكون له بداية، الكون ليس أزلي. طيب القانون هذا موجود عندك في الكون، لماذا هؤلاء الفيزيائيون لا يستعملونه؟ الفيزيائيون يقومون بأعمال أخرى حتى يتجاوزوا قضية البداية المطلقة. فتجد مثلا ستيفن هوكينج مع هارتل يقترحون نموذج معين حتى يتجاوزوا هذه القضية، فيدخلون الأعداد التخيلية في نظامهم، فيصير الزمن نفسه كبعد، لا يصير كبعد زماني ولكن يصير بعد مكاني، وبالتالي سؤالك عن معنى قبل لا يصبح له معنى لأن الزمن ينتفي يصبح نفسه بعد مكاني.
هذا النموذج اللي طرحوه فيه كثير من المشاكل، نموذج افتراضي، نموذج رياضي اصلا لا يعني لا يصف الواقع، فقط نموذج تعرض لكثير من الانتقادات. طيب لماذا كل هذه الاعمال اذا كان قانون حفاظ الطاقه بهذه السذاجه، بهذا المفهوم البسيط، بهذا المفهوم الساذج، يعني ازليه الكون؟ يعني ترى حتى مثلا بول ديفيز، هذا ايضا فيزيائي نظري ومن عظماء الفيزيائيين اللي كانوا مؤخرا، فلما يتحدث مثلا عن القانون الثاني اللي هو قانون الانتروبيا، اللي هو باختصار ان اي نظام معزول انتروبيته راح في تزايد مستمر حتى تصل لقيمته القصوى، والانتروبيا باختصار حسب المعادله الرياضيه تبعها هي قياس للطاقه الحراريه على وحده من الحراره، الطاقه درجه الحراره، هذه الطاقه الحراريه التي لا يمكن للنظام الاستفاده منها لانتاج شغل، لان كل شيء يدور حول انتاج شغل، ما دام لا تستطيع انتاج شغل خلاص يساوي هذا موت، اللي هو اللي يسمى موت حراري. الموت الحراري للكون هي نظريه مبنيه على قضيه القانون الثاني، ان الانتروبيا للكون ستصل الى قيمتها القصوى، وما يعني الموت الحراري للكون، لا نجوم لا كواكب لا حياه ولا بطيخ ولا لا ازليه ولا شيء. يعني حتى بول ديفيز لما يتكلم عن هذه القضيه، فالقضيه التي اشار لها بالضبط هي ان ازليه الكون، ذكر هكذا بالحرف، فكرة أزلية الكون تتعارض بشدة مع قضية العمليات اللانعكاسية الموجودة في الفيزياء، لأن العمليات اللانعكاسية دي داخلة في القانون الثاني للإنتروبيا. فخلاص يعني قضية الأزلية هذه ما عند أي صلة، ما عند أي مستند علمي على الإطلاق. ثم في إشكالية أخرى أيضا، لما تتحدث داخل الكون نفسه، لما نتحدث عن قوانين الانحفاظ، صرنا نعرف اليوم أن قوانين الانحفاظ كلها، سواء قانون حفاظ طاقة، القوانين حفاظ الحركة، أو أي قانون حفاظ كيف ما كان، ما هي إلا نتائج، كما بيّنت إيمي نوثر الرياضية الألمانية، ما هي إلا نتائج للسيمتريز في الكون، التناظرات في الكون. طيب هذه السيمتريز هل يمكن أن تخرق؟ لا أحد من الفيزيائيين يقول لك مستحيل، لا على الإطلاق، لا شيء اسمه مستحيل في هذه القضية، ممكن لا نعرف، ممكن أنها تخرق، لا شيء يجعل منها مستحيل. كونك تجعل منها مستحيل يبغى لك دليل، ما دليلك على أن هذه السيمتريز لا يمكن أن تخرق؟ خصوصا أن قضية السيمتري نفسها، التناظر، فكرة التناظر نفسها يمكن أن تخرق. اليوم عندنا ما يسمى بالسي بي سيمتريز، خرق في مجموعة من قوانين حفاظ تبعت التشارج والبارسي، فأنت عندك سيمتريز بتخرق، نعم، وهي هذه القضية اقترحوها الفيزيائيين اليوم يشتغلون بها، يقترحوها على لحل إشكالية موجودة في الفيزياء، أو من بين أهم الأسئلة الموجودة في الفيزياء، اللي هو لماذا خلال الانفجار العظيم المادة، كمية المادة كانت أكثر من كمية المادة المضادة، فاقترحت هذه القضية لحل هذه الإشكالية. يعني قضية السيمتريز نفسها ممكن أن تخرق، ما دام ممكن أن تخرق، طيب هذا القانون ليس قانون مطلق هكذا. ثم في إشكالية أيضا أخرى هي تعريف القانون نفسه، لأن هذا الإخوة لم أشاهدهم يتكلمون على أن القانون شيء ضروري كأنه مثل الضروريات العقلية، لا على الإطلاق، القانون في فلسفة العلوم نعرفه على أنه وصف لكيف تتصرف الطبيعة فقط لا غير. هل يمكن هذه الطبيعة أن تتصرف بغير هذا التصرف؟ نعم، لا شيء يجعل من هذا مستحيل، ممكن أن هذا الكون يخلق، أو المادة نفسها اللي يقولون أنها أزلية، لا ليست أزلية، ممكن هذه المادة اللي فيها هذا القانون تخلق بتصرف آخر يكون مناقض لهذا القانون. فأزلية الطاقة من العلم هذه لا يسعفك منها العلم على الإطلاق، لا يسعفك فيها العلم. وأنا بس عندي إضافة صغيرة، أنه هذا القانون نفسه اخترق في لحظة البيج بانج، يعني الجاذبية اللي عملت من تطالي الزمن، هذا الجاذبية استحدثت من عدم باتفاق الفيزيائيين، يعني جميعهم حتى اللي قائلين بهذا القانون نفسه يقرون أن هذا القانون اخترق في لحظة البيج بانج، وجاءت طاقة من عدم عملت من تطال الزمن. أشهر اليوم من يعني يقول بأن هذه القوانين، قوانين حفاظ الطاقة نفسها، قوانين حفاظ، أتكلم عن قوانين حفاظ الطاقة نفسها، أنها ممكن أن تخرق، هو شون كارول هذا فيزيائي نظري ملحد أصلا. بالضبط. المضحك يا أستاذ يونس، بغض النظر عن التعليق عن فرويد، هو لما يقول هذه النظرية تسمح يعني العالم أن يخطو قدما في هذا العالم، وبغض النظر عن يعني ما قبل حائط بلانك القضية، الملحد كيف يعمم هذا خارج الكون وهو مزعجنا بأنه أي شيء خارج الكون لا يعمم حتى في القوانين العقلية؟ يعني هو أبعد واحد يبتعد عن هذه النقطة، يعني ما له حق أصلا، اي شيء خارج هذا النظام لا لازم يفحص. كيف ياتي بكل بجاحه ويعمم هذا؟ يعني انا هذا اللي استغربه، يعني بغض النظر هم كيف
يعني هم صدعونها في الكلوب هاوس في كل شيء انه لا خارج الكون لا ما راح يشتغل. كيف تاكد انه يشتغل؟ امر مضحك صح. في اشكاليه كبيره استاذ الحبيب محمد، ولما تاخذ هذا اذا اخذت قوانين الثيرموديناميك لما قبل الانفجار العظيم ستسقطك في نفس الاشكاليه. نعم هذا القانون يعني ان الطاقه لا تضيع، لا تفنى ولا تستحدث، لكن تتحول من صوره الى اخرى. طيب انت عندك القانون الثاني كما قلنا يعني انه الانتروبيا للنظام في ازدياد حتى تصل لقيمتها القصوى، اللي يعني ان هذا النظام ستكون طاقته كلها طاقه غير فاعله، لن يستطيع الاستفاده منها. طيب لما نرجع لصيغه مثلا كلوزيوس للقانون الثاني للثيرموديناميكس، يقول لك ان الحراره تنتقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد بطريقه لا انعكاسيه الا بتدخل وجود خارجي او مؤثر خارجي بغض النظر عن هذا المؤثر، لكن العمليه تكون لا انعكاسيه، يعني تنطلق من الجسم الحار الى الجسم البارد وهكذا، يعني بدون تكون عمليه لا انعكاسيه فقط ان كان هناك مؤثر خارجي. جميل، خذ هذه القوانين، اردت ان تاخذها قبل ما قبل الانفجار العظيم، طيب خذها كامله، باكج كامل ستاخذه، بما انك افترضت ان الماده ازليه يعني موجوده منذ الازل، فيعني ان طاقتها ستكون غير فاعله منذ الازل، في نفس اللحظه يعني في نهايه المطاف ستحتاج الى مؤثر خارجي، خلاص يعني انت ستسقط نفسك في القضيه التي تحاول ان تنفيها بالعلم. اي صحيح، بس انا اضحك على قضيه التندر. هم يعني في الكلوب هاوس دائما، مع انه كما اشرت كل القوانين الفيزيائيه اليوم حتى الفيزيائيين يعترفون، يعني حتى ستيفن هوكينج وحتى لوس كلاوس لما حاولوا يحلون هذه المعضله يعني وقعوا في اشياء مضحكه نوعا ما حتى في تعريفهم لقضيه ما قبل هذه القوانين. الكل مجمع انه هذه القوانين بعد الانفجار العظيم مو قبل، ما عندي مشكلة، بس أنا أتكلم في الكلوب هاوس لما هو يصدعني في أشياء مثلا المرفوع الثالث التناقض أنه ما يشتغل خارج الكون، لما يجي هنا ليش تتوقف أداة الفحص عنده؟ ليش يعمم؟ مو ما مع دليل، يعني كل الأدلة ضده. أنا بس هذا الأمر المضحك، يعني هو لما يجي يفترض هو يبغى يحل الإشكال، أنا عارف أنه يبغى يستبعد الإله من المسألة، يعني يبغى يستبعد السبب اللي أنت قلت اللي راح يحتاج المؤثر الخارجي. بس أمر مضحك، يعني أمر مضحك. اطرد مع منهجك على الأقل، ولا يوجد دليل، خلاص ولا تسجلنا ولا تزعجنا. لا فأكدول ولا طيب نمشي بالدور. الأخ الشيخ تفضل. الشيخ طيب. الأخ عبد الرازق خرج. الأخ عبد الرازق. الأخ عود عمر. الأخ عود عمر. الأخوة الظاهر المستمعين، أو في مشكلة عندي بالصوت ولا صوتي واضح؟ أظن صوتي واضح. صوتك واضح. تمام. الأخ أبو. السلام عليكم ورحمة الله. أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ممكن بعد أبو إذا شكرا. بإذن الله بعد الأخ أبو. تفضل الأخ أبو. طيب يا جماعة إحنا نتكلم بوينت معينة، عاوز بس تخلوا أذهانكم وعقولكم معي. الله عليكم. النهاردة كانوا بيتكلموا عن الإعجاز في القرآن الكريم والتحديات اللي موجودة فيه، أوكي؟ ففي خارج يعني في حاجة حصلت النهاردة غريبة جدا. ملحد جزائري شامل النص في وعي كده باتله على نسق التلاوة بتاع القرآن الكريم ومبدل في الآيات وبيتكلم عن الانفجار العظيم والقصة بالطريقة دي تدير النهاردة في الروم. طيب يا سيدي، أنا معايا نص. النص دوت نص مؤمن ان هو الهي، وانت معك نص اوكي تقول ان هو هيفتري اول مثل هنا المطلوب في التحدي ان هو يكون نص الهي، فهو هيفتري التجاوز. هنا هنقعد نتجاوز معه عشان نوصل للنص نفسه. يا اهل الخير، ان نحن نزلنا ذكره ان له لحافظه والحفظ في صدور المؤمنين. خلينا بالله عليكم نعد كده كم واحد مسلم مؤمن حافظ كتاب الله، هتلاقيهم بالملايين. يعني احنا في أمة المليار ممكن تلاقي حوالي، خلينا نضرب أرقام في كل اللي يجي في ذهننا احنا كمسلمين، هتلاقي في حوالي مثلا 10 مليون، 20، 50، ممكن 100، نطمح ل 100 مليون مسلم يكونوا حافظين كتاب الله. خلينا نتكلم في 10 مليون يا جماعة. 10 مليون دول حافظين كتاب الله سبحانه وتعالى. النص ثابت لا يزيد فيه حرفا ولا ينقص حرف. تحس بالقدسية في الالتزام بحفظه.
هات لي بقى النص المقابل وحاط لي من المؤمنين بيه والمحافظين عليه وتشوف بقى الاستمراريه والديمومه. هتلاقي كل يوم في المسلمين ناس بتحفظ قران، هتلاقي كل يوم المسلمين بتتلو القران الكريم والاعداد بتزيد، رقم الهجر. اوكي، فربنا سبحانه وتعالى لو هنتكلم بالمحسوس وبالموجود، تلك امه من الناس معاهم نص يا جماعه الحافظه منه، مش بالبقى مش لا الحافظه منه. الناس اللي بتتكلم عن حفظه مش فاهمين، لا احنا عندنا حافظه اهو. احنا هنتكلم بقى بالعدد، اولئك رجالي فجئني بمثلهم 10 مليون واحد حافظ نص ما بيغلطش فيه حرف ولا بيرفع. لو واحد رفع والتاني حافظ جنبه، لو لا رفع والمفروض يكون فيه فتحه، هيتلاقي الحفظ اللي في الصدور ما فيش حرف. اما هم كل الناس، خلي واحد زي منح الجزائري كده، اقسم بالله العظيم اكاد اجزم هو نفسه ممكن ما يكونش حافظ النص اللي هو مؤلفه. ولو في واحد تاني عشان يؤمن بنص ويردد معاه وياخده انه يقول ده الوقت الحق، لن يفعلوا. ان جلسوا الى شياطينهم لن يفعلوا. يبقى النص الموجود يا جماعه في يد البشريه، والنص اللي في امه محمد هو المحفوظ في الصدور، وعليه العلماء سكبوا الليالي من اعمارهم في تفسيره والتحري فيه بالحق، وكان في استدلالهم بالسنه والتحري فيه بالحق. الحمد لله ثم الحمد لله. بس عيب يا ملحد، عيب 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 اللي انت بتعمله ده، عيب عيب عيب. والله يا اخويا سالفتك غريبه، يعني انت تقول عيب الملحد، والله ما اعرف عيب. هو لو عاوز يناقش ما هكذا تورد الابل. الله المستعان. الاخ عبر تفضل. السلام عليكم. اولا بس حبيت انا طلعت حبيت اعلق انه يا ريت نشوف اكثر من الجامعه هاي، يعني بدل كنا بنشوفه اخر فتره، يعني كلام فاضي. كان صفه اذا بدي افوت اصلي لازم اسال فايت اصلي معه شو مذهبه عشان اعرف اذا بقدر اصلي معه ولا. بس هذا كان تعليقي. وبالنسبه لكلامه يعني بحس كلام فاضي. حتى الدكتور تخنين لما كان بيسال الدكتور حنان، بعدين اول شيء حكى لها من ناحيه علميه، بعدين حكى لها من ناحيه فلسفيه. ف وبالنسبه لكلام ملحد انه بيحكي مين اعطى الله هاي الصفات، هو اعطاها لنفسه. يعني انا بس اعرف ربنا وكلام ربنا بالقران وكذا، اكيد راح اامن انه هو اعطاها لنفسه الصفات وراح اامن فيها عادي. يعني فكلامه فاضي، ويعني بدون ما اقرا شيء بدون ما افهم شيء راح اعرف انه انسان كلامه فاضي. ما عمري ما فهمت منه شغله يعني. وبس شكرا شكرا شكرا. سكانور تفضل. تحياتي لكم. أخي سكانور، قبل ما أتكلم أنا بس حابب نقطة هيك وضحها لإلك. يعني هذا الكلام يعني أنا طرحت فكرة يعني حابب أشوف إذا أنت قادر تلتزم فيه أو لا. أي فكرة بدك تطرحها عن الإلحاد، هل تقدر أنه تستخدمها بدون ما تشكك بالعقل أو لا؟ يعني هذا الشيء أنا عم بسألك سؤال، ولكن يعني حنحاول نشوف في حال تكلمت بهذا الأمر هل راح يصير هذا بالكلام أو لا. تفضل أخي سكانور. يعني شنو قصدك أشكك في العقل؟ بس ممكن توضيح. أنا يعني بظن المعنى واضح. على كل حال أنت تفضل وخلي الناس اللي تسمع. طيب تفضل. أنا بس عندي استفسار من أستاذ محمد شبيطة، أنه حكى عن الوعي. طيب شو تفسير الوعي بالنسبة يعني بالمنظور الإسلامي؟ بدي أفهم هذا الإشي أول شيء. والشغلة الثانية، السؤال الثاني عندي، هل وفق المنظور الإسلامي هو الأصل العدم أو الوجود؟ شكرا لكم. أستاذ محمد، بالنسبة لسؤالك، الموضوع مبحث الوعي مبحث عقلي، ولما طرحناه من مبحث عقلي من المشاهدات، كيف أنت تحكم على الواقع في الموضوع هذا بالأساس. لكن أيضا في الإسلام لدينا في القرآن آية تفسر أيضا هذا الموضوع ما تحدثنا عنه من معطيات، وما يسمى دين المعلم الأول، هو قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا يدلل
على أن القرآن يتطابق مع الواقع ومع فهم الواقع، أن الوعي لا يمكن أن يتشكل لدى الإنسان إلا بالمعطيات وبالمعلم، وكما نرى الطفل الصغير يتعلم، فإن أول وعي بشري بحاجة للتعلم، وإلا لا يستطيع العيش يوما واحدا، لا يستطيع أن يكون أي حكم على واقع لو لم يكن لديه معطيات سابقة. وصاحب المعطي السابق الأول هو خالق هذا البشر ومعلم البشر. من أدلة وجود الخالق هو الوعي البشري، ويقسم ذلك إلى شقين: أن المادة الصماء لا تنتج وعيا، وأن الوعي بحاجة إلى تعليم حتى يتشكل الوعي. أن الوعي من خصائصه أن يتعلم الإنسان، ولكن من خصائصه أنه يجب أن يكون لديه معطيات أساسية عنده ليكون أحكام على الوقائع، وليستطيع أن يكون الأفكار، وليستطيع أن يعيش. فمن يولد أصما رغم سلامة مراكز النطق له لا يستطيع أن يتكلم، ومن يولد أعمى لا يحلم إلا بالروائح وبالأصوات وهكذا. فالوعي البشري بالواقع المشاهد الذي يدرك كل البشر لا يمكن أن يعمل إلا بوجود المعطيات. والوعي الأول كان له معطى أول، وهو المعلم الأول، وهو خالق هذا الإنسان. طيب بس أوكي أنا افتهمت، هو يعني المعلومات الأولى أو الأساسية خلينا نقول، بس يعني هل هو الوعي له كينونة، يعني مثلا نقول هو الروح أو هيك شيء، لو هو مجرد يعني سوفتوير خلينا نقول؟ الوعي هو حكم على واقع، أو اللي هو التفكير. يعني لنقل التفكير هو الحكم على ما يشاهد، ما نرى أن البشر قادرين على إصدار أحكام على وقائع. مثلا تقول هذه صخرة، هذه شجرة، هذا حكم بسيط على واقع. وإن تعقدت الأحكام تكون أكثر أحكام متعقدة متداخلة في بعضها، لكن كلها حكم على واقع وأحكام على وقائع. والوعي البشري هو خاصية الربط هذه الموجودة ما بين الواقع والحواس والمعلومات السابقة التي تشكل هذا الوعي الذي يصدر بما يسمى التفكير أو الوعي أحياناً. أنا أستخدمها بنفس المعنى أو الإدراك، وكلها تستخدم، أنا أستخدمها أنا شخصياً مع أنه في ناس تفرق بين استخدامها بنفس المعنى، وهي الأحكام على الوقائع التي يصدرها الإنسان وخاصيات الربط في دماغ الإنسان في إصدار هذه الأحكام على الوقائع. وهذا مبحث عقلي يعني لا علاقة له بالنقطة الإسلامية التي سألت عنها، إلا من نقطة ما قلت لك أن النصوص النقلية أكدت هذا الوصف الدقيق للواقع أو للتفكير البشري أو لطبيعة التعلم البشري. يعني هو خاصية من بثقة من الدمار أنا أفتهمك، وهو مجرد معلومات أساسية يعني مثل ما تفضلت. طيب يعني الروح ما له دخل بالوعي، يعني ما يعني ماكو أي ربط أو علاقة بيناتهم كروح وكوعي، لأن هو بس مجرد خاصية من بثقة من الدمار على أساس معطيات أساسية خلينا نقول، صح كلامي لو غلطان أنا؟ ما نشاهد إن الروح، لأن رحنا لموضوع ثاني، ما نشاهد إن الروح اللي هي سر الحياة في الإنسان، طبيعة هذه الحياة. أنا آسف، بس يعني أكو وعي. بعض يقولوا هو الوعي هو الروح، يعني بس عشان أنا أفتهم، يعني أنا مدي يكون عندي تصور خاطئ مو أكثر، وأسف هالمقاطعة. نعم صحيح كلامك، صحيح البعض يقول ذلك، قد يقوله البعض لارتباط الأمرين. يعني لا أحد يشاهد دماغ بشري يعمل أو هناك تفكير يعمل بلا وجود سر الحياة وهي الروح البشرية. يعني مثلا تقول مثلا الوعي مرتبط بالنبض، القلب، شو العلاقه بينهم؟ العلاقه انه الانسان يكون حي يعني، والروح هي سر الحياه. اما انه ربط مباشر، لا نرى ربط مباشر، لانه اصلا الروح هي بالنسبه لنا امر غيبي لا نعلم عنه، لا علميا ولا نقليا، يعني لا نقلا ولا عقلا يعني في الموضوع، الا انها يعني سر الحياه في هذا الانسان، وارتباطها مع الوعي هو ارتباط الوجود يعني. هذا والله أعلم. طيب أرجع نظرية المعلم اللي هي أنا هسه حاليا لو فرضت أنا بدي أتخيل نفسي أنه أنا حاليا ما عندي أي معطيات وأي معلومات، وأنا حاليا داير مدار خلينا نقول بغابة فرضا، حسب أنه ما نعرفه عن تطور حد ما وصلنا للغة، التطور البشري يعني اللي هو بدأ يسمي الأمور، بدأ يعطيها مسميات، بدأ شوي شوي قاعد يرسمها، بعد من الرسم قصة ماوكلي أستاذ، حد ما وصلنا للغة يعني أستاذ أسكارون، قصة ماوكلي وقصص ألس في بلاد العجائب وهذه التخيلات التي بلا دليل يعني في غنى عنها، والله ما في داعي تتخيل ولا في داعي كذا.
انا لو ممكن هذا الشيء عشان اسهل عليك الموضوع عشان ما نروح للتخيلات نروح انا ضربت لك مثال من الواقع عن الاصم الذي ولد اصما ورغم سلامه مراكز النطق لديه لا يستطيع ان ينطق. لماذا لا يستطيع ان ينطق؟ لانه المعلومات السابقه لم تدخل في دماغه، لم يسمع اصواتا. انا لو اعطيتك الان صفحه او كتاب او نص صفحه بلغه الصينيه، هل ستستطيع ان تقراها لو ظللت تعكس في الصفحة على دماغك تنظر لها من هنا لمليون سنة؟ هل ستستطيع أن تقرأ تلك الصفحة؟ أستاذ محمد بشوف شنو هنا الإشكالية، لأن أنت هنا إشكالية لأن أنت عندك لغة صينية موجودة already، أنا أنت راح تقارنها وياها تمام، من راح أسأل إذا أتكلم كلام تمام، راح أنت عندك already اللغة الصينية راح تقارن وياها وتقول لك كلامك غلط، بس هي أصلا اللغة الصينية كيف وجدت؟ يعني هي أصلا كان لها يعني هي مسميات يعني بس سيد العزيز هو عشان تعرف إذا ممكن بس خلي أوضح، بس خليني أخرجك من قصة باوكلي الله يخليك، اترك لي التخيلات وانا يعني انا بحكي لك عن تخيلات عن استاذ محمد يا جماعه ما فيش تصور عن التطور بالنسبه للغه فعشان طيب ما يخالف ما يخالف انا هي كلها مجرد فرضيات احنا نتكلم يعني هو لا لا ليش اروح كل الفرضيات يا استاذ سكانر ليش اروح نظريه المعلم هي اصلا يعني فرضيه يعني. سؤال معلش سؤال 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 لو اعطيتك كتاب باللغه الصينيه الان وانت لا تعلم اللغه الصينيه وظليت تنظر له التعريف المادي أو الشيوعي للوعي يعني انعكاس المادي على الدماغ لو ظليتك تنظر له أبد الدهر هل ستستطيع تفسير كلمة واحدة منها؟ نعم أم لا؟ لا لأن أنت عندك اللغة الأوريدي اللغة الصينية موجودة راح تقارن بيها تركني من الأوريدي مو أنت عندك اللغة الصينية محمد مو أنت عندك شو دخل يعني اللغة أنا بس يا ابني أنا يعني مو هسه لو ما كانت مجرد اللغة الصينية ما موجودة واجي أنا أطلق مصطلحات من عندي ما راح تقدر تحكم أصلا هي هاي لغة صينية أو لا أنا هي هنا إشكاليتي أنا أنت قلت نظرية المعلم الإنسان الأول أنت بتطلق معضلة أكبر وأنت مش فاهم طيب أنت طيب إذا اللغة مكتوبة لا تستطيع أن تقرأها كيف ستؤلفها؟ انت مش قادر تفهم مو انت هنا قاعد تتجاوز التطور اللغه التطور صار للغه يعني هذا شوف التطور اللغه هذا اسمح لي هذا قصص باوكلي والافتراضات الاسطوريه هذه انا اقول لك انه الانسان اذا ما سمعش صوت لا يستطيع ان ينطق حرف وانت بتقول لي تطور اللغه اللي ما يستطيع ان يسمع كلمات لا يستطيع ان ينطق حرف انتوا ما بدكم تسمعوا عايشين في خيالات انتوا حرين جاوبتك انا وخلص وانتهى موضوع مش الدور استاذ طيب السؤال الثاني استاذ يعني اذا ممكن ما حد ما جاوبني عليه هل اللي هو سؤالك كان هل الاسبقيه للوجود او العدم بالموضوع الاصل انا احب اقول هو هل الاصل الوجود ام العدم شو تعريفك للوجود شو تعريفك للعدم تعريفات انت سالت عن شيء بدون تعريفات بدون تعريفات حسب التعريف اللي انت عندك يعني لان ما حد ما يقدر يعرف الوجود حاليا ولا واحد والعدم هو نقيض الوجود يعني بكل بساطه ما لهم تعريف طيب ما دام ما حد يقدر يعرف الوجود فهمت كيف فاذا او مش ما فيش في ذهنك شيء لتعريف الوجود كيف تسال عن شيء ما فيش عندك تصور عنه يعني عندي تصور بس انا ما اقدر اعرفه لان ولا شخص يقدر يعرفه بمجرد تصورات داخل الانسان يعني التصورات خلينا نقول عقليه مو اكثر يعني فانت كيف راح يعني الوجود هسه نقدر هو كل ما موجود كل ما تدرك الحواس خلينا نقول اما العدم ذهنيا هو نقيض الوجود يعني طيب إذا كان تعريفك للوجود هو كل ما تدركه الحواس بشكل مباشر فإنه هذا الوجود لا يمكن أن يكون في تسلسل مستمر في الأزل إذا كان هذا تعريفك للوجود فبالضرورة يسقط النظر عن تعريفي حسب المنظور الإسلامي شو هو الأصل الوجود أم العدم يعني هذا مبحث عقلي ما له دخل في المنظور الإسلامي أو حتى لو عقلي يعني ما عندي مشكلة يعني بغض النظر عن التوجه الفكري ممكن بس بإجابة يعني بغض النظر عن التعاريف يعني ما بدي أنه نغرق نروح نظل ندور ونلف بالتعاريف راح أنا أعطيك تعريف طبعا أنت تسأل عن شيء يا ابني أنت تسأل عن طيب ما عندي مشكلة عرف أنت الوجود وجاوبني على سؤالي أنا أجيب والله أنا عارف شو بده يا أستاذ أمين تفضل بس تفضل والله ما عندي مانع مثل ما بده ما عندي مانع يعني هو يريد أن يعرف النظرة الإسلامية للوجود
نحن في التراث الإسلامي عندنا الوجود مشترك، تمام؟ فمنه ما هو واجب الوجود أو الذي وجوده واجب أو الوجود الواجب، هذا أصلا ليس فيه حالتان، الأصل فيه هو الوجود، ليس فيه حالتان حتى نفرض حالة ثانية. ثم هناك الوجود الممكن، الوجود الممكن من حيث أستاذ أمين بس صوتك ما أعرف فيه مشكلة الآن، تسمعني؟ واضح. قلت لك في التراث الإسلامي الوجود عندنا مشترك، يوجد وجود ممكن ووجود واجب. الواجب لا تتصور فيه حالة أخرى غير حالة الوجوب، تمام؟ فلا نقول هل الأصل فيه هو الوجود أم العدم، بل الأصل فيه هو الوجود. طيب والفرق الثاني منتفي أصلا، هذا الوجود الواجب، تمام؟ والوجود الممكن من حيث هو ممكن في ذاته لا يحكم له العقل بوجوب وجود ولا بنفي وجود، تمام؟ فمن حيث هو هو لا يترجح جانب وجوده ولا جانب عدمه إلا بعلة، فيكون وجوده دليلا على وجود العلة، ويكون عدمه دليلا على عدم العلة أو على عدم إرادة العلة. يعني هذا الأمر، هذا هو الجواب بالتفصيل. طيب أنا وياك، بس أنت حاليا لا 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 لا، مش هول النقاش حبيبي حبيبي، اسمعني اسمعني، أنت مش هول النقاش. طيب ماشي، شكرا شكرا. طيب تم الإجابة عليه. طيب مع إنه سؤال هكذا بلا يعني بلا مدعاة هكذا، يعني لا أستاذ محمد، زي الواحد فكر، زي الواحد سكر نقول، كان واحد يفتح المايك في الغرفة السابقة كنت تنزلوه، تفتح المايك مرة ثانية بنزلك لو سمحت. يعني انت صار لك ساعة واخذ راحتك وتقاطع وتسأل كذا، مع انها أسئلة هكذا، مجرد السؤال لمجرد انك انت تظن انه قصص ماوكلي التي ليس عليها دليل بتطور اللغة وهذه الخرافات الأسطورية التي تقرأها في قصص أليس في بلاد العجائب وتصدق، على فكرة تظن انها تقدر تقول على كلامك من نظر ماوكلي وقصص خرافية، ماكو استاذ سكونار، انت هذا الرأي مو جايبه من نعوم تشومسكي؟ انا نزلته لانه انا قبل شوي كنت اشوف واحد يفتح المايك من فضلائنا هناك، بس أستاذ يعني أستاذ كذا محمد كذا الموضوع كذا اللي يتكلم عليه مجرد رأي منه عم تشومسكي، اللي هو لك يا عمي هاي قصص 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 ما عليها دليل. أنا عارف يعني هذا مبحث، مجرد رأي مبحث، إنه يعتقد مبحث يا أستاذ صمد، مبحث يا أستاذ صمد، قاتلوا صمد عفوا، قاتلوا بحثا عشان هو عراقي وعندنا مطعم عنده مسقوف زاكي اسمه صمد هنا في الإمارات. صمد موجودة من بغداد. فراح مالي على مطعم صمد. سوري استاذ صربت، انا بعرف استاذ صربت كويس يعني، بس من هذا الباب الخربطه. فالقصد في الامر انه هذه يعني يقبل قصه هكذا، هاي القصه باحثينها وباحثينها مع الافكار الإلحادية ومع الافكار الشيوعيه وغيرها، اللي هي تخيل ماوكلي وسرد قصصي لا دليل عليه، تجيب الواقع تقول له يا عمي انت لا تستطيع، لان امامك لا تستطيع ان تشكل اي حكم، والامور الاساسيه اللي هي اللغه، واذا كانت مكتوبه اصلا مخترعه لا تستطيع ان تحكم عليها، لا تستطيع ان تفهم معانيها. فعن اي تطور لغه تتحدث؟ كيف صدرت اللغه؟ كيف الانسان اصلا عاش بلا معلم بلا راعي؟ نقول له تخيل، لو تريد تخيل كيف المولود الابيض، تخيل واحد انولد بعضلات كامله كبير لكن ابيض مثل المولود الصغير، لن يستطيع العيش ساعه لوحده ما لم يتعلم، ما لم يعني يلقن، وأنه الدماغ طبيعته مهيئة أن يتعلم، يعني طبيعته مسخر أن يتعلم ويبني الأمور على بعضها، وفيه خاصية الربط وخاصية السببية في الأمور في طبيعته، أنه مهيئ لاستقبال ذلك والبناء على ذلك في الأمور. أنا قصدي في الأمر مجرد أسئلة لا علاقة لها في الغرفة، كنا نتحدث في شيء آخر، ويظن أنه هذه القصة الخيالية هي استشكال على موضوع الوعي، مع أنه شرحنا لم يتناول الأمثلة، لم يتناول الأدلة، ما علق عليها، في باله قصة خيالية، هو جاي فقط أنه بده يستشكال. إحنا مش هنا مش في باب لا الاستشكال ولا في باب الحوار. السؤال عن الوجود والعدم، ما تريد فهمت كيف؟ هل أنت مثلا عندك وجهة نظر عن كون الإنسان والحياة بدك تقدمها من خلال هذا السؤال؟ طب قدمها، خلينا نشوف سؤالك ماذا يعني. أما هي قضية الكلام لمجرد الكلام، فمش حابين. والإخوان هناك لم يكونوا يعطوهم ثواني، يعني يجي واحد يفتح المايك، فضلاء قديمين في الكلب هاوس كذا إلى آخره،
كذا. الأخ محمد الموجود إكسبات، الأخ محمد كان يستضيف كل كثير من الملحدين الموجودين ويعطيهم مودريتر في غرفه زي الدكتور التخني، وكان موجود فتح المايك ثاني قال حاب أرد، تم تنزيله فورا في 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 الموضوع. فالله المستعان. دكتور ياسر والشيخ خالد والأستاذ محمد وكثيرون فعلا اصلا جميع اخوتنا المسلمين. عفوا عفوا اعقب على نقطه بسيطه. طبعا انا استاذ محمد انا ما حبيت اقاطعك خلال نقاشك وياه، بس هو الرجل كان يعني يريد يروح على راي نعم تشومسكي، هو يبقى مجرد راي، يعتقد انه بده ماكو جهاز اسمه ال اي دي لانجويج اكوزيشن ديفايس، هو هذا وظيفته اكتساب اللغه، وهم من خلال اعتقاد انه هذا الشيء يتطور. شلون يعني شلون احنا عندنا الاعضاء تتطور، يعني شيء يتطور ويا الانسان. فهي هاي بكل بساطة إن هو مجرد رأي، فأنت مثل ما قلت يعني هو جايب افتراض ويريد يثبت عليك حقيقة، هاي كل الموضوع. هي نقطة إنه من الواقع نستطيع تعريف الوعي. يا إخوان بس لو سمحتوا، في واحد يتم ترجج إنزالي مش عارف، في واحد وضيع اسمه أمين، ما حد يطلعه لو سمحتوا ما حد يطلعه. أنا نزلته هاي المرة الثانية بنزله، لأنه هذا الشخص شتمنا على الخاص بأقذع الألفاظ وشتم الإسلام وشتمنا شخصياً على الخاص. إيش اسمه بطارق؟ أمين. أمين إيه؟ مش شايفه. أمين إيه؟ نزلته أنا ما بعرف. تحت خالص. مش أمين خلال يا أستاذ محمد. لا والعياذ بالله. أنا قلت أمين خلال اللي معانا، الخلال اللي هو بيناظر بس. الله يسامحك يا أخي ياسر. كان صبي على تنزيلك يا أمين. يعني أو هذا الملحد هذا اللي شتمنا، والله في غرفة كنا محترمينه ونجاوبه وكذا والآخره، وإذ نتفاجأ بعد الغرفة في رسائل الخاص، وإذ هو بأقضع الألفاظ شاتمنا شخصيا وتطاول على أعراضنا وشاتم الإسلام كمان. أخ بس يا أبو طارق، يعني لو يعني أبو الوجود يا أبو طارق، يعني أخ بس طيب ينفع أقول حاجة بسيطة؟ بعيد عن الوجود والله. إذا بعيد عن الوجود تعرف طبعا والله، بشمهندس خالد عارف يعني، بس تعال أنت بس. هو بالنسبة لساعة ما نزلوني هناك، أنا هو المفروض أن الروم علمي، فهو كان نقاش دكتور تخنين مع دكتورة حنان، ودكتور تخنين تعصب حتى من دكتورة حنان، المفروض أن هي دكتورة حنان بتتكلم بشكل علمي يعني، أو على الأقل بشكل تخصصي موضوع الروم يعني. تتكلم في موضوع الروم. فلما تعصب دكتور تخنين وكده، الأخ طبعا تدخل عشان يرد على دكتور حنان. اللي بيرد في العلم طبعا، أنا طلبت بعت له علشان أرد على دكتور تخنين ساعة ما قال الكلمة بتاعت الوجود يا دكتورة، الوجود مطلق والكون وبتاع. أنا قلت مش هتكلم في الوجود، خلاص هتخطى النقطة دي. المهم بعت له عشان أتكلم، ما ردش أصلا. فلما جاء هو يتكلم ويرد على الدكتور حنان، ما شاء الله عليه يعني، تكلم في الكمبيوتر وتكلم في الرياضيات وتكلم في الطب وتكلم في الفيزياء، ما شاء الله الرجل ده بحر علامة ترعى فهامة يعني والله. وبعدين هبة علم الكلام ودليل الإمكان والتخصيص. طبعا أنا متفهم إن هو عنده أزمة من التخصيص، أنا متفهم من يوم روم التخصيص دي هو عنده أزمة. فلقيته استطرد 10 دقايق ربع ساعة في الكلام، أنا بس فتحت المايك قلت يعني يا جماعة الخير، هو ده العلم، هو اللي انت بتتكلم فيه ده هو العلم، وبعدين مال الامكان ومال التخصيص يعني انت بس. وجو ضلم عندي، ما اعرفش ايه اللي حصل. شكرا الشيخ. اسمحوا لي بس مرخصتك بس على المتعسرة الشيخ ساهر. أيوه في صوت. طيب شكرا. ساهر معك 30 ثانية تفضل. ساهر لا تقول لي ما متأكد من صوتك. لا ساهر كان نص لطيف. خلصوا 30 ثانية. خلصوا نزلوا. شكرا ساهر على مشاركتك. تفضل يا ساهر تفضل. شفتوا هو النوع ده من الحرب. انا هقول هجيلها دي، بس خلينا اقول في الاول انه بصراحه اللي حصل كان سخيف، كانت يعني سخافه ما لهاش داعي. يعني هو الراجل حاجه من الاثنين، يا اما هيرد يا اما مش هيرد، الاصل انه يرد.
طيب لو مش هيرد مش هيرد عشان الوقت عن عشان المقاطعة. بس عارنا على المقاطعة حدد السخافة من يا جانب من طرف من السخافة كانت. أنا جاي لك حاضر. فكنت بقول هو ما يا اما هيرد يا اما مش هيرد. الاصل انه يرد، ولكن لو مش هيرد فمش هيرد عشان الوقت وعشان الناس تتكلم. دلوقتي الناس بالنسبه للمودريتورز بصراحه يعني اتكلموا كتير والكلام بيتكرر، وحتى في بعض يعني الحوارات بتبقى اخر مره كانت عبثيه لما كانوا بيتكلموا مع بعض ملحد والدكتور حنان. بغض النظر يعني في بعض الاوقات الناس اصلا ما بتبقاش فاهمه بعضها، بيقول يعني ده ما هوش عارف ده بيقول ايه، وده التاني بيرد من غير برده ما يسمع لا يفهم ده بيقول ايه. فيعني الفكره ان هم اتكلموا كتير، وكمان اوقات كتير الكلام بيبقى ملوش لازمه. ده بالنسبه للمودريتورز. بالنسبه للناس الباقيه على البانل فهم حاجه من الاثنين، يا اما يعني على نفس راي الباشمهندس خالد يا اما ضده. طيب لو على نفس الناس اللي على نفس رايهم ما عندهمش مشكله ان هو يرد وياخد وقت عادي ما فيش مشكله. الناس اللي ضده حاجه من الاثنين، يا اما يعني بالتالي لو طالما عندهمش مشكلة الناس اللي على نفس رأيه فيرد عادي، والناس اللي مش على نفس رأيه يا إما ما عندهمش مشكلة فيرد عادي برضو، يا إما عندهم مشكلة خلاص ياخدوا مداخلتهم، هم كده كده موافقين للروم في الرأي فياخدوا مداخلتهم دقيقتين ثلاثة يتكلموا وبعدين نرجع للراجل يرد عادي. فأنا بصراحة يعني ما حبيتش الحركة دي النقطة الأولى. اما بقى النقطه الثانيه بموضوع يعني هروب الملحدين. الملحدين خايفين يعني، انا عايز اعرف باماره ايه، انا هنخاف منكم باماره ايه؟ انا بصراحه كل النقاشات اللي شفتها لمؤتمر الاوليات العليا، لا مش انت تقول من ترى من اليوم قاعد تقول لا شوف طيب انا لسه ما قلتش لا تقاطعوا ودول ما يعرفش وصعد وخبطت الطياره. انا ما فهمت قبل شوي ايش قاعد تقول. إيه ودول دول دول بيردوا على دول ودول ودول ودا صعد وخبطت الطيارة. انت بتقول ايه يا ساهر؟ والله ما فهمت قسما بالله، احاول اركز معاك. ما قبل شوي انت شنو قلت قبل شوي بالضبط؟ انا مو فاهم. قبل شوي كنت بقول يعني المختصر المختصر انه كان المفروض الراجل يرد، يعني كان المفروض مين الراجل انت تتكلم مش بالرموز بس مهندس خالد كان المفروض يرد يعني. قلت قصدك في الروم الثاني يعني. يعني احنا اتظلمنا ايه شكرا لانصافك يا شيخ ياسر. لحظه اتظلمتوا لحظه بس لا مش انصاف يعني، لسه اتكلم عليكم. هو هذا القسم الاول جايك القسم اذا الحين فهمت. قبل شوي دول بيقولوا ودول بيقولوا المين ودول وانا عارف مش قادر اركز معاك صراحه والله يا ساهر. طب لحظه بسطها لك انا كان قصدي انه الاصل ان هو احنا فهمنا انصافك فهمنا الحين فهمنا في الحلقه الاخيره فهمنا الحين فهمنا الجزء الاول يعني مشاركة. انت فهمت ولا لا لا الحين فهمت شكرا لانصافك. الجزء الثاني تسلم الجزء الثاني بقى كنت بقول الهروب يعني هروب بأمارت ايه انا يعني سهل انت كنت عارف تثبت ان الشعور شويه معلش معلش لا تقاطعوا لساهر يعني تفضل مش ساهر. من اول كلمتين تفضل. اي واحد راح يقاطع ساهر راح انزل ساهر على طول. تفضل ساهر. تفضل ساهر تفضل على الاقل احنا بنعمل جو هون شويه. بس فانا يعني انا حاسس انه يعني اي الانسان عموما ممكن يبص للامور. اتفضل يا شيخ ياسر. راح انزل ساهر ياسر اذا فتحت المايك مره ثانيه. تفضل ساهر. هو الهروب فعلا هروب يعني هو مش طيب احنا ما قلنا ساهر هرب، قلنا ملحد جزائري هرب بس. طيب انا عايز اعلق على الموضوع ده. حاضر انا هقول هتكلم في الموضوع ده. فهو يعني انا شايف انه خصوصا المواضيع دي تقدر تبص لها بحاجه من الاثنين، يا اما تبص النظره تنظر لها نظره واقعيه يعني تبص الامور بموضوعيه واقعيه، يا اما بقى النظره البكائيه بتاعت هرب وبتاعت خايفين بتاعت مش عارف ايه. انا الراجل بكل بساطه ممكن يكون يا سيدي مالوش يا جماعه لا حد يقاطع لا حد يقاطع يا بشار يا بشار. تفضل ساهر. شكرا. نسيت. يعني في الراجل ما كانش عايز حوار، يمكن يكون ملوش مزاج يتحاور، يمكن يكون زهقان مثلا وقاعد من الصبح بقاله 8 ساعات في روم مع عمرو فقعله مررته زهقان مش عايز خلاص. يمكن يكون فعلا كان عايز يسمع باقي الناس يمشي الدور، يمكن 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 من هنا لبكره ممكن نقول. ف يعني مش عارف هروب وخايفين بتحب اوضح لك بأمارة ايه طالما سألت انت بأمارة ايه. انا نسيتوني بس انا كان عندي بس معلش
هذه سياسة التشتيت عشان ما تركز بالضبط. عشان تكون عندك كل المعطيات عشان كنا نتكلم عن الوعي عشان تصدر بعد حكم على واقع وراضي حكمك. الشيخ أمين امبارح كان في موعد مناظرة وأنا معترض عليها طبعا لأنه إلي نظرة في الطرف الآخر اللي لا يستحق. المهم كان في موعد واعتذر عنه بسبب ظروف متعلقة بحرائق الجزائر وأنه لا يستطيع أن يناظر. ماشي. الشيخ أمين أول ما بدأ كلامه في هذا ذكر في المناظرة في الموضوع ودعا لها مرة ثانية ودعا لتحديد موعد آخر. الشيخ أمين تم إنزاله. بعد ما تم إنزاله وإذ بملح الجزائر بيقول هو هرب، أكيد هرب ومش أول مرة بهرب. هو اللي قال هذا الكلام. يعني تخيل أنت معتذر عن مناظرة بحجة انشغالك والمناظرة موعدها مبارح وانت اليوم في روم طويل تتحدث طويلا وعادي وكذا وإلى آخره. هذا على الأقل ما شفته أنا وهذا معلوماتي أنا لحد علمي. وبعدها والرجل يذكرك في المناظرة واتجاهلت هذا التذكير، قال لك لمزيد من الحوار والتفصيل واتجاهلت هذا التذكير. وبعد ما نزل تم تنزيل الرجل قلت أكيد هو هرب وأكيد أنه هرب ومش أول مرة بهرب. فهمت علي يا أستاذ ساهر ليش العنوان هيك؟ انسى كل التنزيلات واللي واحد يفتح مايك ينزل وكذا ولا آخر. فهمت علي؟ هو وصف الناس بالهروب ونفس الشيء وصف في حوار في غرفة سابقة كنا مستضيفين فيها وقعد فيها يتكلم أكثر واحد وكذا ولا آخر وصار يوصف ماهر أمير بالهروب ويجا ماهر أمير وقعدوا ساعة تمنوا أقنعوا ماهر أنه يعمل حوار لعشر دقائق، قعدوا ساعة يتفقوا على عشر دقائق حوار. فهذه مش أول مرة بيعملها وهي الادعاءات والأكاذيب. طبيب اللسانيات هذا مش أول مرة بيعملها في الموضوع. للتو الرجل أنزل ويمكن هو اللي نزله لأنه الكذب مش جديد عليه، يمكن هو اللي نزله. وبعدين الرجل بيذكره بالمناظرة اللي كانت موعدها مبارح أنه يجدد الموعد بكله لو سمحته باحترام بحكي له. وبعد ما الرجل تم إنزاله وذهب من الروم وإذ به بيقول عنه، أنا كنت موجود في الروم، بيقول عنه هرب ومش أول مرة بهرب وهذه عادتهم. فهمت يا ساهر الصورة؟ تفضل. بعد ذلك يا طبعا محمد. طبعا بعد ذلك ما لن أعطيك بعد ذلك ما لن صديقي صرمت. بعد ذلك فتح بعد أن قاموا بإنزالي وبعد أن ذكرته بالمناظرة التي بيننا والأخ ياسر شاهد على كل شيء أنه طلب التأجيل وقال مشغول، ثم اليوم جاء فتح غرفة، يعني هو الهارب أصلا. بعد ذلك بعد أن قاموا بإنزالي فتحنا هذه الغرفة ودعوناه لها وقلنا له مرحبا بك، نحن هنا ولن ينزلك أي أحد كما فعلتم معنا. فتحنا له التحدي ولم يأتي. أنت الآن في نظرك من الهارب بعد كل ما سمعته؟ من يهرب من من؟ ومن يتهرب ومن يكذب ومن يدلس؟ بينك وبين نفسك يعني الآن في نظرك. طب لحظة خليني أكد لك الرجل من اعتذر مو بذريعة أنه كحرائق بالجزائر. طيب هو شلون بالمناظرة ما طارق السرحان يقول أنا عايش بسويسرا؟ ونزيدك يا أخي طيب. يا ساهر أزيدك من الشعر بيت، أزيدك أنا سأتبعه في هذه الأيام، كل ما يفتح غرفة سأدخل عنده والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم أني سأتبعه ولن يكون لي شغل غيره حتى نعرف من الذي يهرب من من، وسنرى إن كنت أنا الذي أهرب أم هو الذي يهرب. قل سيطاردك كابوس أمين في كل غرفة، كابوس أمين في كل غرفة إلى أن تقبل المناظرة أو ترفض. أنت أمام خيارين، قل نعم وافقت أو رفضت، أما أنك تشتغل لي في إطفاء الحرائق في يوم وليلة وأنت طبيب لسانيات وفي نفس الوقت دكتور في الرياضيات، ما نعرف أنا شنو تخصصك بالضبط. حدد يعني ساهر خلك منصف يا أخي، الكلام يعني المشهد واضح أمامك، لا تجعل انحيازك اللاديني يعني يجعلك تقف في مقابل الحقيقة. احنا لا بد من اسمع رأيه، حتى مش هنعلق على 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 يا جماعة هي دقمة يا جماعة. بس أقول عبد المنعم، عبد المنعم رجاء عبد المنعم بتعلق مرة ثانية راح أنزل ساهر. تفضل ساهر.
لا تفضل سار، بس بعد ما سمعت اسمك ايش رايك يا سار؟ طبعا طبعا بس اتمنى انتم بقى تبقوا منصفين يعني على الاقل في انكم تخلونا اتكلم، لان انا لا اتكلمت دقيقتين بعدين اول ما قلت كلمه مش انا بضمن لك، انا حسيت انه اول ما قلت كلمه مش على الهوا يعني اتقطعت 10 مرات. فالفكره فين يا جماعه؟ انا حاسس ان انتم فاهمين الموضوع غلط، انا مش جاي ده ايه تشغيل الاشخاص تحت، ما تفضل. انا حاسس انكم مش عارف فاهمين الموضوع غلط، انا مش جاي دافع عن اسامه، انا بقول رايي بس في الموضوع عموما، خصوصا في الموقف اللي يعني اللي حصل النهارده. بالنسبه لموضوع المناظره وده اجل وده ما اجلش، انا في طبعا فرق كبير بين مثلا وانه مثلا اجل المناظره وهو كان قاعد النهارده على كلوب هاوس ولا ايا كان، في فرق كبير بين المناظره والتشيت شاتنج كده اللي هو الكلام. المناظره محتاجه تحضير، محتاجه الواحد يبقى جاهز قبلها، محتاجه التزام ووقت محدد. اما يعني القعده العاديه دي قاعده كانك قاعد على المصطبه، دي الحاجه الاولى. في الفرق كبير بينهم. ليه واحد ممكن ياجل؟ انا حاسس انه يعني الاسباب كتيره، انا اديت شويه منها قبل شويه، وحتى افتكر انه الشيخ ياسر نفسه كان عنده مناظره قبل كده مع اسامه واجلها ومحدش قال حاجه، حتى انا فاكر يومها هم قالوا يعني الراجل عنده ظروف والتمس له 70 عذرا مفيش اي مشكله، الجايات قالوا يا بحر عد الموج، قال لك الجايات اكتر من الرايحات. بالنسبه بقى لموضوع التنزيل والتسكيت والكلام ده كله، فانا يعني فوق الاسباب اللي ذكرتها قبل شويه كمان، حتى يعني لسه خدت بالي دلوقتي انه الباشمهندس شبيطه لسه عامل نفس الحركة دلوقتي، قال للراجل يعني ده سبب زيادة كمان، كأنه يعني كأننا ناقصين موضوع إنه الواحد يبقى شايل مثلا في نفسه حاجة وبيردها لحد معين. يعني قال للراجل دلوقتي نزله، وقال له السبب إن انتوا في الروم اللي فاتت كنتوا أول ما حد يفتح المايك تنزله، على الرغم إنه الراجل ده أنا أول مرة أشوفه أصلا أبصر كان في الروم ولا لا. أنا قصدي الفكرة زي ما قلت هي الموضوع ببساطة، يعني يتبصلوا بصتين، ممكن كل واحد فعلا ينحاز لطرفه ودول يقولوا هربوا وده يقول احنا خايفين، يا ما نبصلوا بصة موضوعية ومش عارف، ممكن نحاول نحط حد الموضوع اللي هو انه كل واحد بينحاز لنفسه حتى قبل ما يكون انحياز لطرفه، وبنخبط في بعض اكتر ما بنتكلم. بس انا كان عندي مش فاكر نقطتين كمان بس نسيتهم، مش مشكله. طيب انا بدي احكي شغله لساهر. اول شغله، حتى ذكرت موضوع الشيخ ياسر، الشيخ ياسر ما اعتذر وبعد ما نتواجد بغرفه ساعتين وثلاثه، ونحن بنفس اليوم انا والاستاذ عمر اجتمعنا مع اسامه وقلماخ واتفقنا معهم على تحديد موعد بنفس اليوم، على تحديد موعد اخر للمناظره، واسامه بوجود قلماخ ذكر انه انا عندي سفرة مسافر وبس ارجع منحدد، وبعد منها اسامة هو اللي اختفى، كان طالب مناظرتين، واحدة عن الميراث واحدة عن الاخلاق، واجتمعنا فيه بنفس اليوم. هذا مش هنفرجيك الفرق، بنفس اليوم اللي نحن الشيخ ياسر قال انا اعتذرت عن المناظرة انه انا منشغل، فنحن بنفس اليوم اجتمعنا معه وقلنا له نحن هنحدد موعد مناظرة اخرى، قال انا مسافر ولكن لما برجع بتفق معكم، وهذا وش الضيف بعد منها انت سميه مثل ما بدك. لما نذكر نحن كمان في، انت لما تذكر انه والله انت ساكن ببلاد غربية وتجي تقول انا والله ما راح اجي على المناظرة بسبب الحرائق، يعني انت لا قلت والله انه انت الحرائق بالجزائر، يعني انت ما قلت والله انه انا عندي سفر عندي التزامات عندي مواعيد بسبب الحرائق في الجزائر. طب الحرائق بالجزائر خلصت اليوم يعني مثلا؟ طب كنا ساوينا المناظرة اليوم يعني، لسه بظن الحرائق لسه شغالة، الله يفرج عن اخواتنا بالجزائر يعني. فها يعني مش اول شيء مشان تكون المقاييس يعني او الحكم عادل، فانا محط لك الصور. بس انا عندي سؤال واحد لك ساهر، انا بدي اساله بعدين. انا ما عدتش اقول في كل الرومات انه هو هرب مني، لكن تمام. هو قاعد يقول هرب، بس انا عندي يعني سؤال واحد لساهر. أنا سؤالي واحد لساهر، بتمنى يجاوب عليه بصدق يعني، هو ان شاء الله قبل ذلك أنا... اخي موفق يعني، على فرض اشدر لك، على فرض انه يعني مشغول وكذا، أنا طلعت أذكرك بالمناظرة بموعد الملاقات بيني وبينك، أذكرك يعني متى ستتفرغ، لنفترض أنك مشغول، لكن أنا أذكرك بموعد المناظرة ثم بعد أن تقوم بإنزالي تقول بأني أنا هربت، يعني الشخص هذا عجيب يعني، هذا التناقض وهذا الكذب الصراح البراح أمر عجيب يعني.
انا صعدت من اجل مين قال لك انه نزلك يا مين؟ كان في 50 مودريتورز ولا حد فيهم يعرف ما التاني. ما في ما في مشكله. مو هو اللي نزل الشيخ امين، مو هو اللي نزل الشيخ امين، بس كيف هو انا طالع ذكرك على المناظره تجي تقول انا هربت؟ انا طالع ذكرك بالمناظره، انت ذكرت عظمة لسانك انه الشيخ امين هرب، كيف هو هرب؟ هو طالع يذكرك بالمناظره، يعني هذا كلام منطقي عقلاني، كونه انت هلا ساهر يعني فايت فوتي قويه الحمد لله بالامور العقليه والمعقولات والقصص هي. هذا الامر برايك عقلاني؟ واحد يطلع يذكر شخص اخر بانه في بيناتهم مناظره بيكون هو هارب؟ ده سؤالك؟ هو لا، ده كان سؤالي. هذا كلام كان الاستاذ. لا، هل ده كان محور الحديث الوحيد؟ ما كانوش بيتكلموا في حاجة تانية؟ أنا ما حضرتش بصراحة آخر شوية دول مشيت، فما كانوش بيتكلموا في حاجة تانية. وبعدين هو غالبا هتلاقيه قال تلاقيه هرب، ما قالش هرب يعني. وانت عارف يا جماعة تمام خلاص، حتى أمين ساعات يعني بيبقى مستفز وفيه مشكلة. يا ساهر عيب عيب يا ساهر، لما ننقل لك بالحرف الواحد ساهر طينا مجال مشي الدور. ما في مشكلة، مشي الدور أخواني. أنا بس قلت لك أنا كنت حاضر، نقلت لك بالضبط شو قال. وبعدين تقول تفترض أمور أخرى وكأنه إحنا ما قلناش حاجة، إحنا شهدنا لك باللي صار، بدكش تصدق أنت بكيفك. أنا بس أنا آسف قبل بس أنا كان لسه عندي سؤال لساهر أنا بدي أسأله، وكمان طالب منه أنه الصدق بهذا الكلام. ساهر أنت بالغرف تبع أسامة، كم مرة سمعت أسامة يقول أنا بسببية بدون سببية بطريقة أو بأخرى مهما كانت الطرق أنا أستطيع أن أنفي نهائيا وجود الإله؟ كم مرة سمعت منه هالكلمة بصراحة؟ قال كتير، قال أنا عندي عشرات الأدلة على أنه الذات بالصفات دي مستحيل تكون موجود. تماما. ولما تناقش مع ماهر أمير وضل نص ساعة يتبكبك على شو كان عم يتبكبك، يقول أنا لا أدري فأنا لا أثبت فأنا لا لا لا, لا أبدأ أولا، أنا إنسان لا أدري. موافق الصراحة، أنا كنت حاضر. شوف أنا استغربت فعلا من الجزئية دي، كنت حاضر واستغربت من الجزئية دي ماشي، بس أنت بصراحة الأولى، وأنا ساعتها يعني موضوعيا لقيت أنه نفسي لا، الأولى السؤال يتوجه لماهر، أنت خايف تثبت إلهك، أنت ليه مش عايز تبدأ؟ لا 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 أخي ساهر، سؤالي لا أدري غير الملحد. معلش يا إخوان، أنا بس 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 هو النقطة ببساطة، أسامة لما هو طول الوقت بالغرف تبعه يقول أنا أستطيع أن أثبت وعندي أدلة، وبعد ما تجي تقول لا أدري، أنا ما بيهمني من يبدأ ومن ينتهي، ولكن لما أنت تجي تقول لا أدري كان يقول يعني؟ أنا مش لا أدري، كان يقول أنا ملحد إيجابي، أنا أثبت عدم وجود خالق وأنا أثبت، كان يقولها أنا يعني يردد أنه أنا مش لا أدري أكثر من مرة. أبو طارق هو مش كان يفتح رومات ويقول أنا لدي عدة استشكالات لم يجب عليها ماهر أمير، صح ولا لا؟ في المناظرة الثانية قلنا يلا ابدأ، أنا أقول له ابدأ، يلا ابدأ اطرح استشكالاتك، يقولون طرف غير محايد. طيب اتركني أنا الحين راح أنزل، أنت الآن تبدأ، ما هي الاستشكالات التي لم تستطيع إكمالها في المناظرة السابقة؟ اطرحها الآن. يقول لا أنت اللي ابدأ، أنا لا أدري. أنا لا كيف لا تدري؟ وين ذهبت الاستشكالات يعني؟ ذهبت أدراج الرياح؟ هذا رجل متقلب متلون هارب بمعنى الكلمة يعني، وأطفائي بعد الفترة الأخيرة يعني، الله يعينكم عليه. أنا يعني اتفق من جواب ساهر. مش فاهم فين المشكلة يا جماعة، فين فين يعني؟ موافق. خليني أقول لك حاجة، سواء هو كان ملحد إيجابي أو كان لا أدري، خلينا أقول إن أنا مثلا أنا ملحد إيجابي وأقدر برضه أخذ موقف لا أدري مع واحد زي ماهر أمير، المشكلة إن أنا أختار الموقف الأقوى. إيه لعبة المسألة، لعبة لعبة لعبة. عندكم الموضوع لعبة هيك يا لعبة. ساهر لما أنا بجي بقول أنا ملحد إيجابي، أنا ملحد إيجابي وبفرض عضلاتي قدام لما يكون بالغرفة عندي 200 و300 شخص، ولا وبجميع الطرق لا يمكن إثبات وجود الإله، وأتنزل معهم وأثبت الضرورات العقلية وبكل الطرق، أنت هون بالغرفة عندك 200-300 شخص قاعد عم تعطي الأشياء هي. هون المشكلة لما أنت تدعي ادعاءات وبأقل، ولما أنت يصير الامتحان الحقيقي تأخذ موقف لا أدري. إذا أنت شايف ما في مشكلة، ما أنا ما أنا بس طرحت الفكرة. إذا أنت هي شايف القصة هي لعبة، إنه مثلا أنا بقول مرة لا أدري، مرة أنا ملحد إيجابي وأنفي وجود الإله، هذا بيرجع لك. ولكن أنا بشوف أنه الشخص اللي بيكون فارد طبعا عضلاته يعني ماهر أمير بالغرف اللي بيكون فيها لوحده بدون ملحد، ولما بده يناظر ملحد، والإخوة هون على أظن أنت بتعرف هذا الشيء، الشيخ مشعان، الأستاذ أمين، الأستاذ محمد، ولا واحد منا بتنكر للشيء اللي هو معتقده. ما بنعد بنغير بالكلام وبمعتقداتنا مرة مش هنلزم الملحد بطريقة معينة، فأنا والله ممكن اتجاوز عن شيء معين.
أنا بالغرفة لما بكون مع مسلمين كلامي نفسه بالغرفة لما أكون عم ناقش ملحد. هذا التلون هذا دليل أنه أنت بالغرفة لما يكون في إدارة مخالف تدعي إدعاءات لما تصير على المحك أنت تتخلى عنها وتخبيها وبتصير أنت أنا لا أدري تعال أقنعني. عرفت شو الإشكال؟ اسمح لي أخوي موفر اسمح لي عبني موفر أنا بقول لك سواء أنا كان قصدي مش قصدي أنها لعبة أنا قصدي أنه كل الطرق تؤدي إلى روما يعني سواء هو نفاله سواء ماهر جه يثبت ومعرفش يثبت النتيجة لا لا واحدة لا لا في الحالتين مفيش مشكلة مش عارف ساهر ليست كل الطرق تؤدي إلى روما أنا أختلف معك لأنك مثلا إذا كنت ملحد وقلت خلاص أنا ربوبي تمام؟ الملحد شيء والربوبي شيء ولا أدري شيء إذا سلمت إذا قلت مثلا بأنك ربوبي هنا ستلزمك مجموعة من الإلزامات منها وجود خالق وجود خالق بغض النظر هل هو إله المسلمين إله المسيحيين إلى آخره لكن عندما تقول أنا ربوبي معنات هذا أنك سلمت بوجود خالق فعندما نتقدم في الحوار لا يحق لك بعد ذلك أن تقول هل الإله موجود أو ما الدليل على وجود الإله لأنك سلمت بمبدأ هو وجود خالق بناء على موقفك الذي قلت بأنك أنت ربوبي فهمت؟ فأنت لما تقول لي أنا ملحد إيجابي شيء لما تقول لي أنا لا أدري شيء لما تقول لي أنا ربوبي شيء مش أي حاجة يعني أنا أذهب هنا وأذهب هنا وأذهب هنا لأن كل مذهب تلزمك مجموعة من الإلزامات فتلتزم لذلك هناك مسألة مهمة جدا حدثت في حوار ماهر مع الملحد وأنه في الأول بدأ ماهر يقول له هل تقول بكذا هل تقول بكذا قال له خلاص يعني لما تقدم الحوار ألزم الملحد بمجموعة من الإلزامات التي سلم بها في البداية فمسألة تحديد الموقف المعرفي هي مسألة منهجية في أي حوار لا يمكن أن تخوض حوار فكري دون أن تنطلق مجموعة إما توافق على تلك الأمور وتلتزمها وإما تعترض عليها يعني هذه مسألة مهمة يعني مفروغ منها اسمح لي أنا عندي كلمة للأستاذ سعد أنا صراحة ونصيحة بنفس الوقت لأنه هو إنسان مهذب وخلوق صراحة أولا قضية الإلحاد أو قضية الربوبية أو أنت تتكلم عن عقيدة وعن قناعة رئيسية تشكل حتى شخصيتك كإنسان فما يقبل أنه والله اليوم أنا ملحد بكرة أنا ربوبي عقب بكرة أنا ملحد على حسب الأجواء الموجودة هذا كلام صراحة ما يقبل من أي إنسان عاقل يعني هذا يضع في إشكالية ثانية راح أوصل لك إياها في نهاية الكلمة القصيرة اللي راح أقول لك أول نصيحة يعني أنت إذا كنت ملحد فيجب أن تكون مؤمن في إلحادك ومقتنع ولديك أفكار حقيقية ترتبط فيها سلوكك ومفاهيمك عن كل شيء في الدنيا يا أخي قضية صعبة أنك أنت أنا مثل هو أنا اليوم مسلم بكرة أنا نصراني بكرة أنا بوذي أعوذ بالله هذه من اللي يقول فيها يا رجل بوذي ما يقبلها عنه سمو المسلم اللي هو أرفع منهم كلهم لا البوذي ما يقبلها ولا النصراني يقبلها على نفسه فأنت تتكلم عن الحاد أنت تتكلم أنك تضع نفسك في كفة ميزان مقابل الكفة الأخرى اللي فيها الديانات كلها فأنت لما تكون حاط نفسك في هالكفة وفجأة تقفز من هالكفة وتروح للكفة ثانية هذا كلام ما يقبله عاقل ولا يقبله منطق يعني إلا في حالة واحدة يعني أنا أقول لك إياها كنتيجة أن هذا الرجل عنده هدف غير الإلحاد وغير الأفكار وغير الطرح الفكري والفلسفي هو عنده هدف آخر ممكن يكون مؤدلج حتى يعني هذه مشكلة يعني معناته أنه أمامه هدف لازم يحقق بأي طريقة كانت سواء كنت ملحد يعني أنا صراحة مرة سمعتها بأذني يعني مع الدكتور رياض الله يذكره بالخير وكان يسولف كان يتكلم عن يعني أفكار الشيخ الإسلام بن تيمية وكيفية هذا وقاعد يمدح قلت هذا مو فاهم للحاد يبي يفهم كلام الشيخ بن تيمية شيخ الإسلام هذا وين يعني هذا قاعد يحلم يعني أنت مستواك أصلاً المعرفي والثقافي والفكري ما يؤهلك يعني تحت 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 كتب شيخ الإسلام بكثير يعني ثقافز ده شيخ الإسلام ليش؟ لأن العملية عنده ما هي عملية فكرية ولا عقدية ولا مبدأ لا هي العملية عنده أهداف بيحققها يعني سالفة إنه والله هرب مني هربت منه تحس إنه شغل ولدنا يعني شغل أولاد يعني ما هو شغل مفكرين ولا شغل الناس حملت مبادئ يعني هرب يا أخي أقدر أقولك يا أخي إذا هرب ليش ما تطارده
هو هرب انك انت انتصرت، ليش ما تطارده عشان تاخذ غنائم الانتصار؟ يعني كلام فاضي يعني. فاخوي ساهر يعني انت اعتقد وانا ظني فيك يعني انك ارقى من انه يعني تطرح مثل هذا الطرح او تبرر لمثل هذه التصرفات. يعني هذه صراحة تصرفات غريبة جدا. يعني القضية الثانية القضية الوجودية، هم يتكلمون في قضايا فكت عقول دستوفسكي وتناقضها مع الحركة الشيوعية والأناركية وألغت حركة كاملة لها مجهود في روسيا، ما قدروا يتوصلون إلى فكرة الوجودية بسبة التسلسل اللي هم يمنعونه ثم يطبقونه بشكل فعلي في أفكارهم. حتى صار الواحد يدور على نفسه يبي يبحث الكينونة من الماهية. فقضية يعني أصعب بكثير من مستوى هذيل يعني، ولا حتى نظروا لها من ناحية جدية حتى أنه الواحد ينتج فكر معين حتى لو كان خطأ يعني. فمع الأسف يعني مستوى منحط ومنحدر جدا فكريا يعني. وأنا آسف شوية يمكن أستاذ منصور تعليقا بس على الكلام. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمح لي بس. السلام ورحمة الله. بس الله يكتب أجركم وينفع فيكم ويبارك في جهودكم. بالنسبة للملحد الجزائري، إحنا عندهم يعني كيف تناقشون شخص يقول عن نفسه في إحدى الغرف أني أنا موجود وفي نفس الوقت غير موجود، بلا هذا كيف تفهمه فيه يوم بعث وفي إله فيه جنة وفيه نار وهو في الأساس غير مقتنع بوجوده؟ فطبيعي إنه زي ما قال الشيخ مشعان إنه اليوم صار رجل إطفاء وغدا ما أدري الصراحة ما أدري وش بيكون، وقبله كان طبيب أسنان وكان بروفيسور، فطبيعي إن هذا الشخص يعيش تناقض. عادي على المستوى الكمومي. يعني أنا بالله عليك يعني مثلا أستاذ أيمن، أستاذ أيمن مشى والله أشوف تضيع وقتك وأنت تطرد وراء هذا اللي يقول أنا غير موجود. تخيل يتكلم معك يقول انا اشك في وجودي. لو تمشوا الدور عفوا يعني صرنا فتره ننتظر. تمام ابشر. فانا اقول يعني بس اختصار عشان ما اطول عليكم، تفضل. ان هؤلاء يعني هذا كبيرهم اللي هو ملحد جزائري يفتح رومات ويصير هم مودريتور وينظر ويقول والله كنت انا موجود مره، يقول انا مستعد لمناظره المؤمنون، ويتكلم عن مشعان وعن عن بقيه الاخوه أني محمد شبيطة وبقية الشباب في أي وقت يشاءوا، في ليل في نهار، وحتى يقول باب الاستهزاء أنهم يعني لا يناظروني مثلا بين المغرب والعشاء لأنه وقت قصير بالنسبة لهم، يتعذرون بالخروج للصلاة، فيكون بعد العشاء إلى الفجر عشان يكون وقتهم طويل. يعني شوف الآن يتهرب يقولك أنا طفي حرائق. استغفر الله. شكرا شكرا أبو سحاب. السادة المودريتر أحد عنده تعقيب سؤال يوجه الساهر لو نمشي الدور؟ عندي تعليق بسيط بس على الأخ اللي كان بس ياريت تختصر. أبشر. اللي كان يناقشه أستاذ محمد بطارق أخوي بطارق لما كان يناقش الأخ وضرب له مثل، يعني عشان تعرف الإشكالية العقلية اللي صايرة، بدأ يوقف عند المثل وبدأ يبحث في المثل وبدأ يأخذ المثل كقضية، وهو المثل لتوضيح الفكرة. ما عجبك المثل قول خلاص يا أخي المثل هذا ما ينطبق، عطني مثل ثاني. يعني أنت خليك موضوعي وابحث في الموضوع وهو الفكرة مو المثل. هيدلك على التشتت الذهني اللي مصابين فيه الناس هذول يعني. الله المستعان. شكرا يا شكرا ساهر. عندك كلمة أخيرة؟ كان على كلام امين 10 ثواني بس انه لا 10 ثواني. انا اصلا متفق مع كلامه انه طبعا ما ينفعش حد يجي يقول حاجه في اول كلام بعدين يغيرها في الاخر، ولكن ده ما حصلش اصلا. هو الكلام اللي موافق كان بيتكلم فيه انه قبل كده كان بيقول كلام وبعدين بعد كده جه خد موقف تاني، زي مثلا لما المسلم بيجي يتكلم معنا بيقلب ربوبي اللي هو تعالى ناقشك انا ربوبي بس، وده ما ينطبقش على الحياة أصلاً، وبالتالي أنا متفق معك وده ما حصلش. بس شكرا شكرا شكرا. رفايا ريد. السلام عليكم. طبعاً أنا بس بتعلق على ملحد الجزائري هذا. طبعاً بعد ما طلع من غرفة ماهر أمين راح وقال أنا أريد أن أناظر أي أحد ولن أناظر إلا ثلاثة، وقال إذا نظرت في اليوتيوب لن يهزمني أحد، قال إذا كان نظرت كان في سبورة معي وقلم وسبورة لن يهزمني أحد. هذا ملحد الأرجنتيني قاله. ما فهمت إيش دخل السبورة في الانتصار في المناظرة أو إبطار وجهة نظرك.